عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل السادة المتواجدين معنا اليوم، لكم منا كل الود والاحترام والتقدير. نرجو أن تعم الفائدة على كل المتواجدين. نتشرف اليوم بحضور الأستاذ مختار عبد العزيز السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرئاسة، والأستاذ الدكتور محمد محسن رمضان محاضر الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني للكلية العسكرية بعلوم الإدارة، ومحافظ الأمن السيبراني بمعهد الأمن للتنمية البشرية وزارة الداخلية، مستشار الهيئة العليا للتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. ويسعد إدارة المكتبة بالمركز القومي للبحوث الترحيب أيضا بالحاضرين على منصة زوم. ونتقدم بكل الشكر والتقدير لإدارة المركز القومي للبحوث على رعايتها بسلسلة الندوات والمحاضرات التي تقدمها إدارة المكتبة لخدمة الباحثين والإداريين سواء من داخل المركز او الخارج في التعاون مع وحده المؤتمرات. ويسعدنا ان نقدم لكم اليوم ندوه بعنوان الوعي التكنولوجي والامن السيبراني، والتي مع كلمه الاستاذ مختار عبد العزيز السلام رئيس الاداره المركزيه لشؤون الرئاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ الدكتور محمد محسن رمضان، الساده والزملاء الحضور من الكادر الاداري، السادة علماء المركز القومي للبحوث، يسعدني أن أرحب بحضراتكم جميعاً وأنقل لحضراتكم تحيات الأستاذ الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والأستاذ الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون البحثية والعلمية، والأستاذ إيهاب خضر الأمين العام للمركز القومي للبحوث. استكمالاً لأنشطة المركز القومي للبحوث التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي المستمر للقيادات والعاملين الجهاز الإداري للمركز، وضرورة إعداد هؤلاء العاملين رقميا للتعامل مع أدوات العصر الحديث لبناء قدراتهم الرقمية والتخصصية في مجالات العمل المختلفة بالمركز، مع محاولة تطبيق الأمن السيبراني في المركز لتوفير بيئة آمنة للبيانات والمعلومات والعمليات الرقمية التي تتم من داخل المركز القومي للبحوث. كما سعدنا أن نقدم لكم اليوم ندوة بعنوان الوعي التكنولوجي والأمن السيبراني، يحاضر فيها الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الهيئة العليا للتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية. وتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير، متمنيا لكم عظيم الاستفادة من هذه المحاضرة الخيرة. شكرا. اسمحوا لي ان اقدم شهاده شكر وتقدير باسم المركز. السلام عليكم جميعا، اسعد الله صباحكم بكل خير. اسمحوا لي انا ما بعرفش اتكلم وانا قاعد، يعني اهلا وسهلا بيكم، وبتشرف جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده. احنا النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا، تمام؟ احنا جايين نتكلم عن الوعي التكنولوجي والامن السيبراني. يعني من التايتل بتاع الندوه كده معظم الزملاء اللي موجودين قالوا يعني احنا جايين نتكلم في الوعي التكنولوجي، هل احنا ما عندناش وعي وما عندناش وعي تكنولوجي؟ لا بالعكس، احنا عندنا وعي وعندنا وعي تكنولوجي، بس احنا جايين ننمي المهارات الخاصه بالوعي التكنولوجي. احنا جايين نحط ايدينا على اجزاء معينه كده في الوعي التكنولوجي نتكلم عليها النهارده. جايين نتكلم، مش جاي اقول كلام علمي بحت. الكلام العلمي البحت بالنسبه لي في الامن السيبراني مش هيوصل لكل الناس، لان كلنا مش في نفس القطار، كلنا مش على نفس الوعي، كل واحد فينا ليه اهتمامات خاصه، كل واحد فينا ليه، فاحنا جايين احنا مش على لاين واحد كلنا بالوعي التكنولوجي، كل واحد مننا عنده اهتمامات مختلفه. ممكن انا بكون بستخدم التكنولوجي بتاعتي اللي هو انا اقدر استخدم ازاي ابعت ايميل، ازاي استقبل ايميل، بس ما اعرفش ازاي الايميل ده هل هو ايميل امن ولا لا؟ هل الداتا اللي جوه الايميل دي امنه ولا لا؟ هل اللينكات اللي انا بتداولها وبستخدمها امنه ولا لا؟ هل المواقع اللي انا بدخل ازورها دي هي مواقع امنه ولا غير امنه؟ تمام؟ احنا النهارده جايين عشان نقدر نعمل حد فاصل بين الجزئيتين دول.
احنا النهارده ان شاء الله معانا جزء كبير جدا هنتكلم عليه، ومعانا اكتر من تجربه عمليه هنعملها جوه القاعه باذن الله. تمام؟ طبعا في التعريف الاساسي اللي ظهر قدام حضراتكم، انا اسمي الدكتور محمد محسن، انا محاضر الامن السيبراني والوعي التكنولوجي في معهد الامن والتنميه البشريه وزاره الداخليه، محاضر الامن السيبراني والوعي التكنولوجي في الكليه العسكريه لعلوم الاداره، رئيس لجنه التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ومبادره مهندسين من اجل مصر المستدامه، مستشار الهيئه العليا لتكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني بمؤسسه القاده العلوم الاداريه. ففي شويه حاجات كده كتيره مش عايزين ايه نتكلم عليهم عشان ما نضيعش وقتنا. طبعا حضرات انا اسف جدا على العطله، كمان في بعض الشهادات الخاصه بيا هعطيها لغه سريعه كده. بعض المقالات في الجرايد بتكلم يعني التخصص بتاعي كله بتكلم عن البيج داتا والاي اي والسايبر سكيورتي، وبتكلم عن علاقتهم ببعض عامله ازاي دايما في الاستمرار. بعض البرامج التلفزيونيه محتاج اقف هنا شويه. دعم تسريبات واتساب بتاريخ كام؟ تاريخ 27/11/22. اكيد كلنا سمعنا عن موضوع تسريبات واتساب وعرفت ان في داتا اتسربت وفي بيانات اتسربت، ممكن البيانات دي تكون بيانات خاصه بينا زي ايه؟ زي ارقام تليفونات، ايميلات، واحيانا باسورد كمان الخاص بينا، احيانا ارقام حسابات. تمام؟ فكانت دي مداخله تلفزيونيه، ده كان لسه يوم 12 مايو، كنت انا ومعالي مساعد وزير الداخليه الامن المعلومات بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي. طبعا كلنا الشات جي بي تي بالنسبه لنا دلوقتي بالذات الساده اللي بيشتغلوا في البحث العلمي والساده اللي بيشرفوا على رسائل ماجستير ودكتوراه اصبحت قابلنا مشكله كبيره جدا بسبب الباحث اللي بيجي بادواته جاي البحث بتاعه من خلال شات جي بي تي واستخدام شات ايه؟ شات جي بي تي. تمام؟ احنا النهارده هنتكلم عن اهميه شات جي بي تي وازاي نقدر نستخدمه استخدام امن على الرغم ان هو مش موجود ايه؟ في مصر ومش متاح استخدامه ايه؟ جوه مصر. بعض التكريمات الكيو ار ده هيدخل حضراتكم على البيج بتاعتي. البيج الرسميه بتاعتي، كل حاجه هشرحها هنا هتلاقوا الماتيريال بتاعها موجوده على الصفحه بتاعتي بشكل المقالات بالصور والفيديو الخاص بيها. الكيو ار هو رمز الاستجابه السريعه، رمز الاستجابه السريعه، بدل ما ندي الناس الاكونت ويقعدوا يدوروا ويكتب حرف غلط او حاجه، فالكيو ار هو رمز الاستجابه السريعه. بس الحاجه بقى من حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ الكيو ار رغم ان هو رمز الاستجابه السريعه ومهم جدا في استخدامنا في حياتنا اليوميه وفي كل مكان بنروحه، حضرتك مجرد ما بتخش محل بتلاقي على الباب بتاع المحل وانت داخل كده كيو ار رمز الاستجابه السريع. ليه؟ يقول لك عشان لو عايز تشوف المنيو بتاعنا، لو عايز تشوف الموديلات اللي موجوده تزور الصفحه بتاعتنا. بس ابتدى يستخدم استخدام اخر، ايه هو؟ ان الناس تبتدي تستخدم الكيو ار ده وتدخل حضرتك على مواقع غير مصرح الدخول ليها او لسرقه بعض البيانات. مش احنا بنقول ما نخشش على روابط، مش اي رابط نخش عليه، فاصبح في ناس تستخدم الكيو ار عارف يا في داتا طريقه بالظبط تروح مدخل حضرتك على الرابط على طول، فحضرتك ما شفتش الوضع ماشي ازاي. فلذلك بستاذن حضراتكم ان احنا لما نيجي ندخل على اي كيو ار لازم تبقى متاكد هو موجود فين. تمام؟ يعني كيو ار زي اللي هنا هتبقى عارف ان هو سكيور لان انا اللي عامله. تمام؟ وده بقول لحضرتك ده بيفتح الفيسبوك بتاعي. فهتلاقي في العنوان بتاعه لما يتفتح معاك فيسبوك، لو جيت تفتح اي حاجه ثانيه غير الفيسبوك اعرف انك بتدخل على رابط خطا. الكيو ار الثاني الموجود دوت ده فيه رقم التليفون الخاص بيا وفي اكونتات كلها بما فيهم الفيسبوك. مجرد حضرتك هتعمله سكان هينزل لحضرتك صورتي واسمي والوظيفه بتاعتي والداتا كامله بتاعتي الموجوده عند حضرتك، وده سهل جدا اي حد يقدر ايه يعمل. اوكي؟ محاور الدوره التدريبيه بتاعتنا النهارده هنتكلم على شويه محاور مهمه جدا، هنبتدي بالمحور الاول وهو شركات الحاسب ونشئتها وتطورها. المحور الثاني الانترنت وانواع الشبكه والانترنت المظلم ومخاطره. المحور الثالث احصائيات استخدام الانترنت داخل مصر وطرق الاستخدام الامن. المحور الرابع انترنت الاشياء اي او تي وانترنت الاجسام اي او تي وانترنت كل شيء اي او تي. طبعا احنا كلنا سمعنا عن اي او تي انترنت الاشياء، حد سمع عن اي او تي؟ اي او تي انترنت الاجسام. واحد يقول لي هي الاجسام بيها انترنت؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ونشوف بيتم استخدامه ازاي وانتهاك الخصوصيه بتبقى عامله ازاي بالنسبه لايه؟ استخدام انترنت الاجسام. انترنت كل شيء اي او اي. هنتكلم عن الميتافيرس والعملات الرقميه وتاثيرها على الاقتصاد العالمي. هنتكلم عن التحول الرقمي ورؤيه مصر الرقميه. سلوك والوعي التكنولوجي. هنتكلم عن الجرائد الالكترونيه والمعلوماتيه.
الهندسه الاجتماعيه واختراق عقول البشر قبل الاجهزه. هنتكلم عن ادوات التطبيقات اللي بيتم استخدامها في الجرائم الالكترونيه، ادوات التجسس والتطبيقات اللي بيتم استخدامها في الجرائم الالكترونيه. هنتكلم عن السايبر اتاك، وهنتكلم عن السايبر سكيورتي، وهنتكلم على طرق تامين اجهزه، وهنتكلم على الاجيال الحديثه للحروب. يوم دسم شويه تمام، بس يعني الدكتوره بقى لها فتره بتحاول تنسق معايا الميعاد لغايه لما اخترنا الميعاد دوت، وقالت لي لو سمحت احنا عايزين حاجه تكون قويه عشان الساده الحاضرين يقدروا يستفادوا الاستفاده المستمره من ايه؟ من الدوره. يعني انا قفلت الموبايلات بتاعتي عشان ما ازعجش حضراتكم، تمام؟ بحب المشاركه الفعاله جدا. هنبتدي يوم النهارده زي ما الشيخ رفاعه الطهاوي قال ايه؟ قال تعلم من علم واقرا تحرس فخارا لجوه، فالله قال ليحيى، الله قال ليحيى ايه؟ صباح الخير، احنا مش شفناش نسكافيه؟ الله قال ليحيى، شكرا جزيلا لحضراتكم. انا بقدم برنامج اسمه الكبسوله الرقميه للوعي فقط لا غير، تمام؟ البرنامج ده عشان يوصل لكل الاشخاص في كل مكان. هنتكلم عن الشبكات، هنبدا بالشبكات. يعني ايه الشبكه؟ اي حد من حضراتكم هيقعد يفكر يقول لي اه شبكه الحاسب الالي، اقول لك اه شبكه الحاسب الالي، بس انا مش عايز اتكلم على شبكه الحاسب الالي دلوقتي. امال عايز اتكلم على ايه؟ انا عايز اتكلم على كلمه شبكه في حد ذاتها. لو جينا بصينا على ابسط شبكه موجوده بنشوفها من زمان، من ساعه لما وعينا على الدنيا، هنلاقي شبكه السيارات. مظبوط الكلام؟ الشبكه اللي السيارات بيستخدمها هي عباره عن ايه؟ مجموعه من الخيوط حصل بينهم وبين بعض ربط، عملوا ايه؟ عقد، اصبحت ايه؟ شبكه، اصبحت ايه؟ شبكه، زيها بالظبط شبكه الجون. مظبوط الكلام؟ دي برضه ايه؟ شبكه. طب شبكه الحاسب بقى، شبكه الحاسب في ابسط تعريف ليها بيقول عليها هي عباره عن ربط جهازين او اكثر معا لتبادل البيانات. ربط جهازين او اكثر معا لتبادل ايه؟ البيانات. بنقول جهاز ايه مربوط مع جهاز ايه؟ مع جهاز بي، والاثنين بيقدروا يشوفوا بعض من خلال وسائل الربط اللي موجوده، ومن خلال واجهه الربط اللي موجوده، ومن خلال نظام التشغيل، فبيشوفوا بعض. فدي شبكه، هو ربط جهازين او اكثر معا لتبادل الايه؟ البيانات. حد يقدر يقول لي اول شبكه ظهرت في العالم كانت شبكه ايه؟ اول شبكه حاسبات ظهرت في العالم كانت فين واسمها ايه؟ فعلا صباح الخير. لا نسكيب الكيتور ده متصفح، احنا بنتكلم عليه جاي له لان مهم جدا. ها؟ كانت في امريكا كان حجمها حجم مبنى تقريبا. امريكا كان حجمها بحجم مبنى. يمين. معالي الدكتور بيقول لي هي كانت في امريكا، هي فعلا اول شبكه ظهرت للحاسبات كانت في الولايات المتحده الامريكيه في الستينات. جهاز الدفاع. تمام؟ جت اثناء الحرب الولايات المتحده الامريكيه، شوف بتقول احنا جميع البيانات اللي بيتم نقلها بيحصل عمليه تجسس عليها، احنا محتاجين نعمل نظام مختلف عشان نقدر ننقل البيانات دي بشكل امن. وفعلا قد كان عملوا شبكه، وشبكه جديده، قالوا احنا عندنا مشروع موجود في وكاله ابحاث اسمها اربانيت. وكاله ابحاث اسمها ايه؟ اربانيت. وكاله الابحاث دي عندها مشروع انشاء شبكه. الشبكه دي هنسميها اربانيت، الشبكه دي هنسميها اربانيت. تمام؟ وبدات شبكه الحاسبات بشبكه اربانيت ديت، وقالوا ان احنا هنعمل الشبكه اللي اسمها اربانيت تخدم القوات المسلحه الامريكيه، وزاره الدفاع الامريكيه، مدعهات القوات المسلحه الامريكيه، الجامعات التي تعمل ابحاث القوات المسلحه الايه؟ الامريكيه. هتخدم كام جهه؟ 4 جهات بس. وفعلا بداوا يعملوا الشبكه دي ويعملوا تيست لربط اول جهازين مع بعض، عشان يقدروا يربطوا اول جهازين مع بعض. وبداوا ربط اول جهازين مع بعض. حد يقول لي اول جهازين مع بعض اتربطوا؟ اول كلمه اتبعتت ما بين جهازين كتيست كانت كلمه ايه؟ كلمه بتستخدمها لحد يومنا هذا. ها؟ كلمه ايه؟ لما بتيجي داخلين على الفيسبوك وداخلين على الانترنت بنكتب اليوزر نيم بتاعنا، صح؟ بعد كده بنكتب ايه؟ الباسورد. وبعد كده بنعمل ايه؟ اما الانتر دي بتعوض عن حاجه ثانيه، بتعوض عن كلمه ايه؟ لوجن. كلمه ايه؟ لوجن. كلمه لوجن اللي هي ايه؟ دخول. تصريح الايه؟ كانت اول كلمه تظهر وتشاهدها الشبكات في حياتها تتنقل من جهاز لجهاز كانت كلمه لوجن. الكلمه دي للاسف الشديد ما وصلتش كامله، وصل منها ايه؟ اول حرفين فقط لا. اول حرفين، ما هو ده تيست، انت بتجرب تنقل داتا على حزم بيانات عشان تقدر تحركها من مكان لمكان وتتنقل من جهاز لجهاز عن طريق الشبكه وعن طريق الايه؟ الكابلات السلكيه. طبعا كانت بمثابه تجربه ناجحه جدا،
وكانت المشكله هنا ان احنا لو جينا قلنا معالي الاستاذ مختار هنا اهو قاعد مكان مع الاستاذ مختار رقم كام هنا في الصف؟ حد يقدر يقول لي؟ اربعه. هو ده اللي حسبوه وهم بينقلوا اول جزء في الداتا في البيانات وحسب ان الرقم ده رقم اربعه على الرغم ان الرقم دوت مش رقم اربعه، الرقم ده رقم خمسه. لان الذاكره بتبدا 0 1 2 3 فاصبح الرقم ده رقم 3 انا اسف بالظبط اصبح الرقم ده رقم كام؟ رقم 3. فابتدوا يعدلوا الايه؟ طريقه نقل البيانات مره ثانيه عشان يقدر ينقل الحزم كامله توصل للايه؟ للشبكه. وهنا كانت بدايه انطلاق الشبكات الانطلاقه الاولى لشبكات الحاسب. وبدات اربانيت تشتغل، اربانيت ابتدت تخدم مواقع الخاصه بالقوات المسلحه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه وابتدت تدخل الاجهزه بالتدريج عليها لان اي نظام حضرتك بتعمله بتبتدي تعمله تدريجيا، ما ينفعش تعمل نظام مره واحده وتشغله لان حضرتك لو عملت نظام مره واحده وشغلته هتقابلك مشاكل من كميه عدد الاجهزه اللي موجوده. طب هتحلها ازاي؟ انما كل جهاز تدخله تبتدي تشوفه تشوف المشاكل بتاعته ايه، تبتدي تشوف حجم الترافيك على الشبكه عامل ازاي، تبتدي تشوف الشبكه شكلها عامل ازاي، وهو ده اللي استخدمته الولايات المتحده الامريكيه. تعالوا نبص مع بعض كده شويه تواريخ مهمه جدا بالنسبه لنا. 1958 شركه بيل تخترع اول موديل يسمح بنقل البيانات الرقميه عبر خط الهاتف. فاكرين الموديل؟ حد هنا استخدم الموديل؟ كلنا استخدمنا الموديل لما كان ما عندناش انترنت اي دي اس ال، ما كانش عندنا اسمتك ديجيتال سبكريبت لاين، مظبوط الكلام؟ كان عندنا ايه؟ كارت فاكس وتليفون ارضي وجهاز كمبيوتر. كنا بنعمل ايه؟ كان كل واحد فينا بالليل كده يستنى لغايه لما الاسره بتاعته تبتدي تنام ويبتدي يجيب الار جي بتاعه اللي هو اللي احنا بنقول عليه السوكي بتاع التليفون ويجيبه يحطه في كارت الفاكس اللي موجود عنده في جهاز الكمبيوتر ويعمل حاجه اسمها كونكشن، يعمل اتصال. تمام؟ كان بيتصل بارقام كام؟ 0375000 انترنت الخير، 0777 واسرع انترنت على النت، فاكرين الارقام ديت ولا لا؟ وده كان الانترنت اللي موجود ساعتها اللي كان بيستخدم كارت الفاكس. 1961 في عالم اسمه ليوناردو اخترع طريقه او نظريه لنقل البيانات على الايه؟ على الشبكه. 62 نشر احدى وكالات وزاره الدفاع الامريكيه اللي هي اسمها اربا نت لتشيل اول شبكه اللي سموها باسم ايه؟ اربا نت على اسم وزاره الدفاع وعلى اسم مركز الابحاث. 64 ليوناردو برضو تاني بينشر كتاب ازاي يقدر ينقل او يحول الطرود على الايه؟ على الشبكه عشان يقدر ينقل بيانات بقى داتا، يقدر ينقل صور، يقدر ينقل صوت من خلال الايه؟ الشبكه. 1967 اول مؤتمر حول شبكه ايه؟ اربانيت. ما خلاص حضرتك بقى عندك نظريات ابتديت تشتغل عليها، بقى عندك ادوات بتشتغل عليها، تقدر بقى تعمل مؤتمر تكلم الناس تقول لهم احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعندنا ادوات كذا وهنقدم شبكات بالشكل كذا وهكذا. 69 ربط اوائل التواصيل من اربع جامعات امريكيه وفقا لوجهه ليوناردو. سنه كام؟ 69 اربع اجهزه قدروا يربطوهم من جامعات امريكيه مش بره امريكا. طب هي الكابلات دي والشبكات دي شغاله ازاي؟ شغاله من خلال الشبكات دي شغاله من خلال كابلات ممدوده كابلات من مكان لمكان ومن جهه لايه؟ لجهه اخرى. 1991 23 حاسوب مرتبط بشبكه اربانيت وارسال اول بريد الكتروني. يبقى تاريخ البريد الالكتروني ظهر سنه كام؟ 73. طب ليه؟ لان كان في 73 ده اللي عنده جهاز كمبيوتر كان يقول لك انا عندي جهاز كمبيوتر وعندي ايميل. كان كل واحد عنده جهاز كمبيوتر بعد كده يقول لك انا عندي جهاز كمبيوتر والاكونت بتاعي احمد ات هوت ميل، احمد ات هوت ميل، محمد ات هوت ميل وهكذا. 73 انا اسف 72 ميلاد اول تنظيم مكلف لاداره الانترنت. 73 انجلترا والنرويج ترتبطان بالانترنت بحاسوب واحد لكل منهما. سنه 79 استحداث مجموعات النقاش اللي احنا بنقول عليها حاليا ورك جروب. اوكي؟ 82 تعريف الكور تي سي بي اي بي. 83 اول خادم نطاقات. 84 الف حاسوب مرتبط بالشبكه. 87 10000 حاسوب مرتبط بالشبكه. 89 100000 حاسوب مرتبط بالشبكه. 1990 اتفاق اربانيت، بس قبل ما تتفق اربانيت من 1985 لغايه 1990 حصل حاجه كده صغيره جدا. ايه هي؟ احنا اتفقنا ان الشبكه دي بتخدم ايه؟ وزاره الدفاع الامريكيه، متعهده القوات المسلحه الامريكيه، الجامعات اللي بتعمل ابحاث القوات المسلحه الامريكيه، وايه تاني؟ ها؟ الجامعات اللي بتعمل ابحاث، تمام؟ يبقى كان بيها بتخدم اربع جهات،
ابتدى يحصل تزاحم على شبكه اربانيت دي بشكل كبير جدا. فكان عندهم حل من الاثنين، يا اما يلغوا شبكه اربانيت يا اما يعملوا شبكه جديده. فقرروا ان هم يعملوا شبكه جديده اسمها ميل نت. شبكه اسمها ايه؟ ميل نت. وقالوا ميل نت دي هتخدم المواقع العسكريه فقط، واربانيت تخدم المواقع غير ايه؟ الغير عسكريه، ويتم ربط الشبكتين ببعض. تمام؟ لحد لما تكبر الشبكه معاهم وتبقى ليها شكل مختلف عشان تختفي شبكه اربانيت ويظهر مكانها حاجه اسمها شبكه ايه؟ الورلد وايد ويف، الشبكه العالميه، او الشبكه اللي احنا كنا بنقول عليها الشبكه الايه؟ العنكبوتيه. طب ليه قلنا عليها الشبكه العنكبوتيه؟ تمام؟ شبكه الانترنت دي او الشبكه العالميه دي هي عباره عن كابلات اتمدت من الولايات المتحده الامريكيه كل دول العالم. كابلات ماشيه تحت الارض، تحت المحيطات، بتلف العالم كله، بتوصل العالم كله. فعملت ايه في الكره الارضيه؟ غطت الكره الارضيه زي نسيج العنكبوت بالظبط. لذلك حضرتك من فتره لما كان حصل عطل الانترنت كبير جدا، قالوا انقطاع احدى الكابلات الموصله لايه؟ للانترنت من خلال المحيط، وابتدوا ان هم يعملوا له اصلاح. تمام؟ جميل جدا. يعني معنى كده ان شبكه الانترنت ديت هي عباره عن كابلات. هي عباره عن كابلات. وانترنت هي اختصار انترناشونال نتورك. في ناس بتوع التربيه بيسموها او بيعرفوها تعريف تاني، انا متوافق معاهم جدا. بيقولوا ايه؟ احنا بنقول عليها انترناشونال نتورك، هم بيقولوا عليها ايه؟ انتر الدخول، نت للنتورك، الدخول للايه؟ للشبكه. تعريف سليم برضه، محدش يقدر يقول عليه اي حاجه. تمام؟ 1990 بقى الاعلان الجمهوري عن الورلد وايد ويب مظهور لغه كتابه صفحات الانترنت HTML اللي هي هايبر تكست مارك اب لانجوج، اللي هي اول لغه لتصميم صفحات الويب. واحد يقول لي ايه ده، لحظه واحده يعني هنا خلاص ابتدت تظهر صفحات الويب؟ هنا ابتدت تظهر صفحات الويب، بس كان عندنا حاجه مهمه جدا، كانت هنا الفئه الاولى من صفحات الويب. الفئه الاولى من صفحات الويب دي كانت عامله ازاي؟ عباره عن نصوص فقط. نصوص يعني ايه؟ يعني حضرتك تفتح الصفحه بتاعت الويب تلاقيها كلها نصوص زي ملف الوورد بالظبط. مفيش فيها صور، مفيش فيها الوان، هي كل اللي موجود جواها حاجه اسمها هايبر لينك، ارتباط تشعبي، تبص على النص يدخلك لصفحه ثانيه جواها ايه؟ جواها نص. فكانت دي الكاتيجوري الاولى للشبكات، كانت دي الكاتيجوري الاولى للشبكات والايه؟ صفحات الويب. بعد كده ابتدى يحصل تحديث، اصبحت الشبكه او اصبحت صفحات الويب فيها صور وتكست. بعد كده صور وتكست والوان، بعد كده صور وتكست والوان وصوت، بعد كده صور وتكست والوان وفيديو اللي هو بنقول عليه ايه؟ المالتي ميديا. لحد الوقت الحالي احنا موجودين فيه اللي هي صفحات الانترنت، اصبحت ايه؟ اصبحت صفحات الانترنت تقدر من خلالها تحسب مين دخل شاف الصفحه بتاعتك، كم واحد عمل لايك، كم واحد عمل شير، كم واحد عمل داونلود ايه للصفحه بتاعتك، وتقدر تشوف كم واحد زار الصفحه بتاعتك فقط لا. وهنا اصبح التطور لشبكه الانترنت بالشكل الكبير اللي حضراتكم شايفينه، لحد لما قلنا ان شبكه الانترنت كسرت حاجز. حاجز ايه؟ الامن. لا الامن ده بعدين يا حضرات. كسرت حاجز الزمان والمكان. كسرت حاجز الزمان والايه؟ والمكان. بسبب وجود شبكه الانترنت ما بقاش في حوادث زمنيه ولا مكانيه. احنا مش قاعدين هنا وشغالين زوم دلوقتي، وتقريبا بنسبه 90% الناس مش سامعاني عشان انا عمال اتحرك. تمام؟ فالنهارده الانترنت اللي موجود ده عمل ايه؟ خلى ناس موجوده في دول ثانيه قاعدين معانا في قلب القاعه. مظبوط الكلام؟ خلى حاجز الزمان مش موجود، حاجز المكان اتكسر. فكسرت حاجز الزمان والمكان، وابتدت تولد من خلالها تقنيات جديده. ابتدت تولد التجاره الالكترونيه. ابتدت تولد السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. ابتدت تولد الربح من خلال الانترنت. ابتدت تولد الميتافيرس. اصبح عندك ادوات كتيره جدا طلعت نتيجه الايه؟ الانترنت ديت. HTML بقى اللي هو هايبر تكست مارك اب لانجوج، هي لغه ترابط النصوص التشعبيه، واللغه دي هي اشهر لغه لتصميم صفحات الويب حتى هذا اليوم. واحد يقول لا لحظه واحده، في لغات كتيره وفي برامج كتيره كلها تعتمد في الاساس على الايه؟ على ال HTML. اوكي؟ 1992 مليون حاسوب مرتبط بالانترنت.
1993 ظهور متصفح الويب موزايك. موزايك ايه؟ موزايك ده حد سمع عن موزايك ده قبل كده؟ اه ده موزايك ده هو متصفح الويب الاساسي اللي كان ليه سبب في انتشار الانترنت. واحد يقول لحظه واحده، طب نتسكيب فيكيتو وموزيلا فايرفوكس جوجل كروم انترنت اكسبلورر ايه كل؟ لا لا لا، موزايك هو اول متصفح ظهر في العالم وهو السبب في انتشار شبكه الايه؟ الانترنت بالشكل ده. 1996 10 ملايين حاسوب مرتبط بالشبكه، 2000 انتشار الانترنت على مستوى العالم. ابتدينا بقى في سنه 2000 نسمع الايه؟ على الانترنت، ونسمع على الانترنت في كل مكان، اني تايم اني وير تسمع على الانترنت، وتسمع بقى حاجات غريبه جدا يا فندم، زي ما بنسمع دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي وعن الشات جي بي تي، بنسمع حاجات غريبه جدا، منها الحقيقي فعلا ومنها خرافات ومنها الناس اللي بتقول اي حاجه وخلاص. كنت تيجي تسال حد على الانترنت تقول له هي الانترنت دي عباره عن ايه؟ يقول لك ربنا يوعدك بالانترنت، دي لو دخلت البيت مش هتحتاج تجيب ثلاجه. كانت الناس بتقول الكلام ده غريب. طب ايه علاقه الانترنت بالثلاجه؟ ملهاش علاقه خالص. حتى في الافلام العاديه كنت تتفرج على فيلم يقول له انا جاي ادور على شغل هنا، يقول له شغلي الانترنت ملك البلد ومش محتاجين ناس تشتغل. هي عندكم في مصر؟ يقول له موجوده بس الرطوبه اكلتها. تيجي تكلم واحد تاني يقول لك الانترنت دي لو جت مش هتحتاج انك انت تحط بنزين في العربيه ولا هتحتاج تعمل صيانه للعربيه بتاعتك. اه طب ما ده كلام حقيقي وكلام صح دلوقتي. ليه؟ لان مع وجود الانترنت والذكاء الاصطناعي اصبح عندي سيارات كهربائيه بتمشي من غير بنزين. اصبحت سيارات ذاتيه القياده. مظبوط الكلام ولا لا؟ حضرتك تقدر تستخدم التطبيقات بتاعتك، تقدر تحرك العربيه بتاعتك من مكانها دلوقتي، ودي في موديلات موجوده هنا في مصر حاليا من خلال تطبيقات الايه؟ الانترنت، وتقدر تدورها وتقدر تحدد مكانها وحاجات كثيره جدا. طب في سنه 93 يعني خلينا الجزء ده كوميدي شويه يعني. واحد في مصر هنا اتكلم على الانترنت وطلع يعني قاعد يتكلم على الانترنت والناس كلها عماله تسمعه، وهو ولا راجل مثقف ولا على علم ولا ليه علاقه بالانترنت ولا ليه علاقه بالتكنولوجيا خالص، وهو اللي شهر كلمه الانترنت وخلى الناس تسال عليها وتدور عليها. حد يقدر يقول لي هو مين؟ ها؟ مطرب شعبي كمان. ايوه اول واحد جنى الانترنت وما يعرفش يعني ايه انترنت، ما يعرفش فعلا يعني ايه انترنت وجنى الانترنت. ولما جم سالوه في برنامج قال لهم انا ما اعرفش يعني ايه انترنت، بس الناس قالوا لي ان الانترنت دي طالما ظهرت هتخفي شرايط الكسر. وده حصل فعلا. مظبوط الكلام ولا لا؟ فاحنا لازم ناخد كل حاجه بتظهر قدامنا بعين الاعتبار. اوكي؟ طيب عندي بقى انواع الشبكات، عندي لان وعندي مان وعندي وان. عندنا الشبكه اللوكال اريا نتورك، الشبكه المحليه محدوده المدى ومحدوده النطاق، شبكه المدينه، الشبكه العالميه واسعه المدى واسعه الايه؟ واسعه المستوى. خليني عايز اقول كلهم عشان ده جزء هندسي مش عايز اتكلم فيه، بس هنا بقى اجي اتكلم في حاجه مهمه جدا. عايزين نقرا مع بعض اللي مكتوب قدامنا بقى. نقراه كده مع بعض. تاني كل شيء تفعله على شبكه الانترنت وخاصه مواقع التواصل الاجتماعي سيأتي يوما وربما تندم عليه لانه سوف يستخدم ضدك. هو مين اللي قال الكلام ده؟ مش انا، الرئيس التنفيذي السابق لشركه مايكروسوفت. ليه بقى؟ كل حاجه انت بتعملها بتتسجل موجوده وبرغبتك وبكامل ارادتك، محدش اخد حاجه منك غصب عنك. ليه؟ لان حضرتك جيت في الاول مضيت الكنترول، وانت بتعمل اكونت على اي حساب بتمضي الكونتراتو. طب الكونتراتو ده بيقول ايه؟ بيقول لك انا هديك حاجه مجانيه، هديك حساب مجاني وهديك تطبيق مجاني. طب مقابل ايه؟ انت اول ما تسمع مجاني دي لازم تفكر فيها مقابل ايه؟ ما الحدايه ما بتحددش مقابل ايه؟ بتلاقيه كاتب لك كده في الرولز بتاعك بيقول لك ايه؟ مقابل ان انا هاخد منك البيانات الخاصه بيك، هاخد منك نسخه منها هستخدمها في اغراض الدعايه والاعلان واغراض ايه؟ اخرى. كلنا عملنا ايه؟ سكرشر بنتبع ثقافه نيكست 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 لحد لما تجي لك شاشه قدامك تقول لك ايه؟ فينش. مش ده اللي بيحصل؟ انا واقف قدام التطبيق مش عارف اشغله اعمل ايه؟ ولا يهمك اقعد دوس نيكست 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 لغايه اخر حاجه هيجي لك فينش دوس عليها انت كده خلصت. طب انت شفت الرولز اللي هو بيديها لك؟ شفت الشاشات ديت؟
انت خلصت من الشاشات اللي قدامك فعلا بس ما قريتش الشاشات دي بتقول لك ايه، ما قريتش الشاشه دي بتقول لك انا محتاج احط الفايل دوت جوه ملفات كذا عندك، انا محتاج اخد برميشن لكذا، انا محتاج كذا، انا محتاج كذا. حضرتك ما قريتش اي حاجه من دي، كل اللي عملته اتبعت سياسه ايه نيكست لحد ايه فينش، وده اللي بتستخدمه لحد النهارده. اي تطبيق بننزله بيعمل معاك كده، مظبوط الكلام؟ طيب الانترنت عندنا بينقسم لثلاث اقسام، عندنا الشبكه تنقسم لثلاث انواع، عندي الشبكه اسمها الشبكه السطحيه، وعندي الشبكه اسمها الشبكه العميقه، وعندي الشبكه اسمها الشبكه المظلمه. الشبكه السطحيه السيرفيس ويب تمام، ودي اللي بنستخدمها كل يوم في عمليات البحث الاخبار، نقدر نتصفح من خلالها الانترنت. الشبكه العميقه اللي هي الديب ويب دي موجود جواها قواعد البيانات اللي محتاجه اذن دخول، محتاجه برميشن للدخول، لازم يبقى عندك يوزر نيم وباسورد، موجود جواها البريد الالكتروني، موجود جواها البث التلفزيوني، موجود جواها كل حاجه تحتاج تامين وتحتاج تصريح ايه؟ تصريح دخول. جوه الشبكه العميقه دي اتولد شبكه صغيره كده تحت بس حجمها كبير جدا فعلا، وهي اسمها الدارك ويب، الشبكه الايه؟ المظلمه. يعني ايه الدارك ويب ويعني ايه الشبكه المظلمه؟ الدارك ويب دي هي عباره عن جزء من الشبكه بيتم عليه جميع الاعمال الاجراميه داخل الدارك ويب. جميع الاعمال الاجراميه، طب فين الرقابه؟ لا رقابه. محدش يقدر يوقفها؟ محدش يقدر يوقفها. الدول اللي انشات الشبكه اصلا مش قادرين يعملوا حاجه في القصه. لدرجه ان كل اسبوعين ثلاثه نسمع عن عمليه اختراق حصلت في الحته الفلانيه وبيانات مسربه على الدارك ويب. اخرهم ما حدث في الولايات المتحده الامريكيه في احدى البنوك، لما ابتدوا يوزعوا اشخاص على البنوك يقفوا قدام الاي تي ام، مجرد ما بيدخل الاي تي ام في الميعاد اللي محددينه، الاي تي ام طلعت الفلوس على طول، ابتدوا يلموا الفلوس اللي بتطلع منها، لغايه لما عربيه شرطه جت بالصدفه وقفت قدام بنك من البنوك، الشخص ده افتكر ان هي جايه تقبض عليه، طلع يبني، تعقبوه مسكوه، ابتدى التحريات يتكلم ويقول لهم ان هو ناس اتفقوا معاه ان يقف قدام المكنه دي وياخد الفلوس ويشتري بيها عملات رقميه ويشتري بيها منتجات ويحولها لهم، بس ما يقدروش يوصلوا للاشخاص اللي طلبوا منه الكلام ده للاسف الشديد. تمام؟ فالدارك ويب دي اخطر حاجه ممكن نقابلها. تيجي تبص على الدارك ويب بقى، تحب سيادتك تشوف واحده ست بتتقطع اربع ارباع بالمنشار، خش على الدارك ويب. تحب سيادتك تشوف طفل صغير بيعرض للاغتصاب، خش على الدارك ويب. تحب تشتري قطعه غير بنقابين، خش على الدارك ويب. تحب تشتري اي نوع من انواع السلاح او المخدرات على الدارك ويب. كل ما هو مجرم ومحرم موجود على هذه الايه؟ الشبكه. طب كل الناس مصرح ليها الدخول ليها؟ لا، مش كل الناس تقدر تخش على الدارك ويب. وعشان تدخل على الدارك ويب انت محتاج تدخل من خلال متصفح مختلف عن المتصفحات اللي احنا بنستخدمها. محتاج تدخل بمتصفح يكون فيه امكانيه التخفي. اي جهاز تقدر تخش منه. ده موبايل حضرتك ممكن من خلال لينك صغير يدخل. حته مش اي جهاز دي، لا خلاص مع التقنيات الحديثه والبرامج الجديده اللي موجوده يا فندم اصبح دلوقتي بكل سهوله من خلال انت حضرتك تلاقي نفسك والدارك ويب. ناخد دليل على كده تسريب بيانات الورشه اللي حصلت تمام؟ اختراق شركه جوجل، اختراق شركه اوبر تمام؟ الاختراقات اللي بنشوفها هديكم اكزامبل دلوقتي عشان تقول مش اي جهاز، نطمن على جهاز ما شغال ولا حصل. اوكي؟ فعشان حضرتك تدخل محتاج تدخل من خلال متصفحات محدده زي متصفح تور. متصفح تور ده ايه؟ متصفح تور ده شكل البصله. طب اشمعنى المتصفح ده؟ لان البصله عباره عن ايه؟ لير، طبقات. حضرتك ما تقدرش تحدد انهي طبقه قبل الثانيه ولا تقدر ترتبها. فيبقى شخص متخفي داخل في وسط مجموعه ايه؟ متخفيه. بس خلي بال حضرتك مش معنى انك دخلت التور اللي جوه مش شايفينه. لو احنا قاعدين كده كلنا هنا متخفيين ودخل واحد من الباب ده مش كلنا هنشوفه؟ هل هو هيبقى شايفنا؟ لا اطلاقا مش هيشوفنا، بس احنا اللي هنشوفه لان احنا اللي موجودين جوه النظام. فنبتدي ناخد منه الداتا اللي عايزينها، نبتدي نخترق الجهاز ده، نبعت عليه بيانات، نعمل اي حاجه من هذا الايه؟ القبيل. اوكي؟ طيب نشوف كده مع بعض الفيديو دوت. مش عارف سامعين ولا لا.
طيب خلينا يعني نتكلم عن الفيديو ده بيحكي ايه. الفيديو ده بيحكي ازاي الناس لما بتدخل على الدارك ويب دوت او حتى بيتم استدراجهم للدخول على الدارك ويب. طب بيتم استدراجهم ازاي؟ من خلال لينكين. انت ممكن يجي لك لينك تسمع حضرتك لغايه الدارك ويب او لغايه موقع غير ام. الموقع غير ام ده دخل حضرتك على الدارك ويب. طب ايه اللي بيحصل؟ كلنا الاجهزه بتاعتنا غير امنه بالشكل الكافي وما فيهاش ادوات التامين الاساسيه. انت النهارده زي ايه؟ كل واحد فينا بيكسر من عنده من امان الشركه بتديها له جزء. ازاي؟ كم واحد هنا عنده واتساب يرفع ايديه كده؟ كلنا عندنا واتساب. طب كم واحد هنا عنده واتساب الذهب يرفع ايديه؟ الله يرحمك. مفيش يا فندم واحد اسمه واتساب الذهب. ده الاكتتاب بتاعه اي بي كي. ودي برامج ضرب او تطبيقات ضرب غير مصرح باستخدامها. بيعمل ايه الواتساب الذهبي ده؟ بياخد باك اب من كل حاجه موجوده عندك ويستخدمها هو. اصبح حضرتك مدي لحد تاني كيو ار بتاعك بيطلع على كل الداتا اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندك. فاحنا بننزل التطبيقات الغير امنه دي ايه اللي بيحصل؟ وحضرتك بتنزلها بتتفاجئ ان للاسف الشديد بيطلب منك انك تدخل الاعدادات بتاعت الحاسب او اعدادات الموبايل بتاعك وتقول له قم بالسماح بالتنزيل من مصادر غير ايه؟ غير موثوق فيها. طب هو السؤال يعني ينفع ان انا اجي لحضرتك اقول لك انا عندي واحد حرام خدوا عقده عندك في البيت بس خلي بالك منه معاك عليه بس هو معاك هو جاي هتعالوا عندك؟ اطلاقا. تمام؟ فهنا الجزئيه تبص بقى على مبدئي او طبيعي جاي انا هو طبيعي رسمي تقول لي طب ما هو موجود على الانترنت. ما هو مش كل اللي موجود على الانترنت سليم. ما هو زمان كنا بنستخدم الانترنت في رسائل علميه احيانا، دلوقتي خلاص ما الموضوع ده بقى غير مقبول بالدين. يعني ناس كتير جدا تقول لك ايه؟ لا هات لي معلش الريفرنس بتاعتك في قيمه مصر مش قيمه مش في الموقع الفلاني. دي اللي حضرتك تقدر تعدي للموقع الاساسي اللي موجود. تقدر تغير المحتوى اللي موجود، تقدر تغير الوعي زي الوعي زي ما انت عايز. تمام؟ النهارده اصبح كل واحد بينزل تطبيق غير ان يفتح ثوره عليه وهو جهاز الموبايل بتاعه او جهاز الكمبيوتر بتاعه. طيب كم واحد من اللي قاعدين معايا في القاعه هنا عنده جهاز كمبيوتر او لاب توب يرفع عليه كده؟ كلنا عارفين صح؟ ومعظمنا بيشتغل في البحث العلمي صح ولا لا؟ كم واحد بقى عنده ويندوز 7 يرفع عليه؟ ويندوز 7 واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ايا كان وانت سبب مايكروسوفت قالت ان ده توقف ما بيدعمهوش. ازاي يبقى عندي برنامج ما بيدعمش وافضل مشغله ما في صبر عندي؟ ليه؟ لان مش هنزلك ابديت يعني من الحاجات اللي حصلت جديده. لان هو اصبح مش متاح ليه ان هو ينزل اي حاجه ليه تعمله اكتر من الاول. فاصبح غير شغال، اصبح اكسباير منتهي الصلاحيه. ما ينفعش تشغله زي ويندوز ايه؟ اكس بي زي ويندوز فيستا. فاكرين من انظمه التشغيل دي؟ فكل دوت ما بقاش موجود بس احنا بنستخدمه. تمام؟ تعال حضرتك كده ادخل تلاقي تطبيق يقول لك ايه؟ اعرف مقاومه الزر بروفايل. خش يا باشا عشان تشوف ايه الزر بروفايل بتاعك. طيب بلاش المعاك حيرون معاك يجي واحد يقول لك بلاش الايه؟ بلاش المايك، تقول له حاضر. يجي حد يقول لك ادخل بقى اعرف وين زار بروفايل، مفيش حاجة اسمها كده. ادخل شوف شكل ابنك المستقبلي، مفيش حاجة اسمها كده. تمام؟ ادخل شوف الناس بتقول عليك ايه؟ يا جماعة ده كل ده فتكوش مش موجود. ده كل ده اختراق على كل البشر. عشان عارفين ان الناس بتجري ورا ده. مش احنا موجودين جوه مركز قومي للبحوث؟ طب ما تيجي نعمل اشاعه دلوقتي حالا وننزلها اونلاين ونعمل لينك ونستهدف بيه ناس. المركز القومي للبحوث يعلن عن صرف مكافاه كذا 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 كذا.
ونزلها بس في جروب واحد من الجروبات اللي موجوده عندكم. هتنتشر في خلال قد ايه؟ ربع ساعه. اقل. خمس دقايق بالظبط هتلاقيها انتشرت. انتشرت بشكل كبير جدا. تمام؟ تعالى بقى، المشكله مش في انتشارها، المشكله النت ده يحتوي على ايه؟ اللينك ده ممكن يكون واجهه لحاجه ثانيه خالص. اوكي؟ طب ازاي اعرف ان انا حصل عندي تسريب بيانات ليه؟ وانا ممكن تكون بيانات اتسربت؟ ممكن؟ ده بالتاكيد. عندنا موقع اسمه هاف اي بي باوند. هاف اي بي باوند دوت هنعمل سكان على الكيو ار بتاعه، دخلنا دلوقتي على الموقع. حضرتك هتحط الايميل بتاعك، تعمل باوند، لو حصل تسريب عند حضرتك هيظهر لحضرتك ايه التسريب اللي حصل عندك وايه البرامج اللي خلت الايه التسريب ده يحصل عندك. طب التسريب ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ايميل وباسورد او رقم تليفون. نشوف مع بعض كده، نعمل سكان كلنا على الكيو ار دوت. نعمل سكان لحضرات اللي موجود، يعمل سكان اتفضلوا، ده مهم جدا. جرب يا فندم، ما تقلقش. لما نعمل سكان هيدخلنا على السطح دي، هنكتب هنا الايميل بتاعنا وبعد كده ندوس بره. جرب يا فندم، معاك موبايل؟ جرب. مهم اللي بيحصل ده على فكره. وقال عشان نبقى متفقين. ما بنصورش يا جماعه، احنا بنعمل سكان بالكيو ار. لو حد عنده برنامج كيو ار اصلا وبنزله او من خلال جوجل البرنامج ويعمل سكان زي ما بيفتح الواتس مع الكمبيوتر. انت بتعمله ازاي؟ ممكن ابص معاكم؟ الكيو ار كده. ما عنديش كيو ار. دوسي باوند بقى، عندك خرق بيانات اهو. الدكتوره هنا عندها خرق بيانات اهو، عندها مرتين خرق بيانات. المره الاولى جايه لها من تطبيق جرافيتور، اوكي هوريك شكله، والمره الثانيه من سويفل اهو. سويفل بتاع لازم كيو ار. هل فهمت؟ ساعتك ممكن؟ هل دخلت على كده؟ اكتب الميل؟ في حد يا جماعه مستعد؟ حضرتك هتحط الايميل وتقول له باوند. عملت؟ طيب معايا حضرتك كده جود نيوز، ما عندكش حاجه. سيادتك اكيد عشان بتتعامل مع الدكتوره وبتبعت له واتساب. عند سيادتك هنا خرق بيانات مره واحده وجاي لحضرتك من التطبيق ده. لا احنا قبل ما تكسره محتاجين حاجه ثانيه. طيب معايا بقى عشان نتكلم في الجزئيه دي. في ناس ظهر عندها شاشه لونها اخضر وقال لهم جود نيوز. جود نيوز ما تفرحش قوي سيادتك وتقول لي انا متامن جامد. اي حد يقول لك انا متامن بنسبه 100% اعرف ان هو لا يضمن شيء في اي شيء. ليه؟ لان مفيش نظام امن بنسبه 100%.
مفيش نظام الكتروني امن بنسبه 100%. لو في انظمه الكترونيه امنه بنسبه 100% كانت الولايات المتحده الامريكيه قدرت تامن المطارات من الثغرات الامنيه اللي حصلت عندها وقدرت تامن كذا حاجه. تمام؟ كويس. حصلت ضغط حاجات كتيره جدا. تمام؟ طيب اللي عنده ظهر شاشه لونها اخضر مكتوب كود نيوز. هو ممكن يكون غير الموبايل رايت. ممكن يكون غير الباسورد بتاعه رايت. تمام؟ فهو ده الحل الوحيد اللي بيخليه يطلع ايه؟ جود نيوز بالنسبه له. غير كده فانت كده كده بياناتك كانت متسربه. طب اتسربت البيانات دي ازاي؟ اتسربت من خلال الحاجه اللي اسمها دارك ويب. من خلال اللينكات اللي بنشوفها. من خلال بتاعت الرقمانة مع عزيز مع توني. لو انا محتاجها مش هيسأل مين ساعات وقت الحاجة الفلانية وعدت سامح. انا بقول عدم سماح. هو حتة عدم سماح يا فندم هتيجي تفتحها كده. لا بفتحوش خالص خلاص بقى في البرنامج. ما هو البرنامج ده مش بتستخدمه. اتعلمت برضه بس حاجة من باقي بتاعت الحاجات كلهم اتعلمت فعلا برضه اتعلمت في الطريق الكتابي بتاع الموقع. بالظبط هنتكلم عليها برضه. هنتكلم على حاجه زي كده دلوقتي. بس خلينا نعمل تيست كويس كده من الحاجه اللي موجوده. ده تاني تيست هنعمله النهارده. تمام؟ احنا عملنا التيست الاولاني كده عند حضرتك فرق بيانات. طب اللي عنده فرق بيانات ده يعمل ايه؟ اللي عنده شاشه لونها اخضر يعمل ايه؟ طيب فرق البيانات ده محتاجين نعمل ايه؟ اول حاجه نغير الباسورد. محتاجين نغير الباسورد اللي موجوده عندك على الموبايل بتاعك. محتاجين نشيل الباسورد الموجوده دي ونحط باسورد جديده. بس بقى نتبع الثقافه الجديده اللي سيسكو اعلنت عنها. سيسكو قال ايه؟ سيسكو قال ان 12 حرف ما ينفعوش. 16 حرف مزيج ما بين ارقام رموز حروف ابر كيس ولور كيس سيمبل. ارقام حروف رموز كابيتال ويت وسمول. بسيطه جدا. طب واعمل كام؟ اعمل كام حرف؟ على الاقل خالص 14 حرف. ده على الاقل خالص. تمام؟ لان لو ما عملناش كده هيبقى سهل الاشتراك في زون التطبيقات الخمسه. هتيجي نجرب مع بعض التست كده واحنا قاعدين. هتجيب كل التست دي على الباب الاول. هنتكلم عليها بس عشان اعمل ده كمان ونتكلم على التأمين مره واحده. انا محتاج اتنين مع بعض موجودين هنا مسجلين ارقام بعض يجوا يشاركوا يتفضلوا معايا هنا وعايز شبكتين مختلفين. يعني 010 011 010 12 هكذا. بس الاثنين دول مسجلين ارقام بعض. تعالى يا شريف فين؟ اتفضل انت جاي من بره لسه زيرو كده. عنده كل حاجه. معاك كله تعالى معاك 10 تعالى هنا. مين؟ لا اي حد فينا مسجل رقم. شريف كلنا مسجلين رقم. طب عايز حد يسجل رقم ويتفضل معايا هنا. عايز حضرتك بس تفتح النقطة بتاعت الموبايل بتاع الشاشة خالص وتوجهه للزملاء. لو هو عنده حد من هنا من قبل القاعه موجود ومسجل رقمه هتخليه يطلعه
رقمه اللي متسجل وحنين طبعا الصورة اللي مسجلة بيها كمان او اللي موشة اللي حرقة عليها. ممكن حد اللي موجودين هنا يديني يكون رقم متسجل عنه او عايز يكون رقم تاني متسجل معاه؟ انا عندي 10 10
مش كل حاجه تشوفها وتسمعها هي حقيقيه، لان اصبح عندنا حاجه اسمها ديب فيك، التزييف العميق. من خلال التزييف العميق ده ممكن تلاقي الشخص اللي واقف هنا شخص تاني اللي واقف مكانه هو اللي بيتكلم، وما تقدرش تميز انهي الحقيقي وانهي المزيف، وده اللي بيحصل باستمرار. فعشان كده احنا هنا عشان كده احنا هنا بنقول محتاجين ان احنا نغير الايه؟ الباسورد واليوزر نيم اللي موجودين ايه؟ معلش محتاجين نغير الباسورد اللي موجوده عندكم على الموبايلات بتاعت الايميلات بتاعت الكريدت لو بنشتري شراء اونلاين، محتاجين نأمنها. بس قبل ما نأمن الكلام ده احنا محتاجين نأمن الاجهزه بتاعتنا اللي هي ايه؟ ابص على التطبيقات اللي موجوده عندي. هل في من التطبيقات اللي موجوده دي تطبيقات انا ما بستخدمهاش اشيلها؟ ادخل على الاعدادات اشوف هل انا سامح التنزيل من المصادر غير المقصود بيها ولا لا؟ لو سامح حاجه زي كده اقفل البرميشن دي. تمام؟ ما ينفعش ان انا اعمل باسورد واسجله على الموبايل. الرابع المستحيل، معظم الناس بتعمل كده للاسف الشديد، الناس بتسجل رقم الحساب والباسورد واليوزر نيم بتاعها على الموبايل. فلو حصل اتاك الموبايل بتاعك كل ده اتصور بكل سهوله. مظبوط؟ كل الادوات دي احنا محتاجينها عشان عندنا ايه؟ عندنا رقم. بعد الانترنت ظهر عملاق التواصل الاجتماعي والتباعد الايه؟ في الاسر اللي هو ايه؟ فيسبوك، صاحب العلامه الزرقاء، صاحب العلامه دي الزرقاء اللي هو بعد كده اصبح ميتا. تمام؟ فيسبوك تطبيق التواصل الاجتماعي من وجهه نظري انا بقول عليه بطلق عليه دايما هو تطبيق للتواصل الاجتماعي والتباعد الايه؟ الاسره. لان حضرتك كده جرب بقى في البيت مع الاسره بتاعتك هتلاقي كل واحد فيهم هو عالم الفيسبوك الخاص بيه. مظبوط الكلام؟ لما كل واحد خايف منه. عايز هنتكلم عليها في التامين، يعني لسه ما اتكلمناش في التامين، حاضر كمان. فيسبوك لما جه يظهر قال احنا هنعمل منصه للتواصل الاجتماعي، ان انا اطلقت عليه التواصل الاجتماعي والتباعد الاسري، ان كل واحد بيبقى عايش في العالم بتاعه. تمام؟ الناس ما بتعرفش بعض في البيت الا لو الانترنت قطع فقط او الباقه خلصت، هتلاقي الناس ابتدت تقعد مع بعض ويشوفوا بعض يعني. قاعد يقدر علينا ان الناس كويسين يعني بياكلوا ويشربوا زي. طيب لما نيجي كده هنا على فيسبوك، اول ما ظهر فيسبوك ايه اللي حصل؟ قال لك يوجد حسابات تجاريه، الناس كلها تبدا تعمل حسابات تجاريه. اول ما تسمع كلمه مجانا دي فقط اذا لم تقم بدفع قيمه الخدمه فتاكد انك انت السلعه. لو ما دفعتش قيمه الخدمه فانت السلعه. فجي فيسبوك قال لك عشان تعمل اكونت عندي محتاجين من حضرتك حاجه بسيطه جدا. ايه هتدخل تدخل البيانات كامله دي، هتدخل تحط البيانات بتاعتك، اسمك، سنك، عنوانك، رقم تليفونك، مين الداتا بتاعتك، صح ولا لا؟ وكلنا عملنا كده، كلنا دخلنا البيانات بتاعتنا. وانت بتدخل البيانات دي يعني سوف يتم استخدام هذه البيانات في اغراض الدعايه والاعلان واغراض اخرى. موافق؟ دوس ايه؟ اوكي موافق. فليه الحق ان هو يستخدمها؟ وحضرتك بقى مالكش حق انك ترجع عليه بايه؟ باي نوع من انواع الايه؟ المنتدى او ترجع عليه بانك انت تقدر ترفع عليه قضيه او تطلب منه ان هو ما يستخدمش بياناتك لان قضيت على الكنترول ده. بعد كده جيت نزل بقى التطبيق، لعبه بسيطه جدا بتتلعب في كل التطبيقات. ايه هي؟ البرميشن. تمام؟ وانت بتنزل التطبيق افتح المايك. ليه فيسبوك؟ عشان اديك ماسنجر ببلاش وتتكلم مكالمات مكالمات مكالمات. ما هيشتغل ازاي؟ لا عندك حق. افتح السماعه. ليه فيسبوك؟ عشان اديك مسنجر هترد عليك في المكالمات وهتسمع احيانا وتشوف فيديوهات. اه عندك حق. اديني ده هدخل الصور. هدخل الصور. طب ادخل الصور دي فيسبوك. مش هتحط الصور دي على الفيسبوك عشان الناس تعرف ان انت محمد اللي في المكان الفلاني. اه عندك حق. اديني ده هدخل الاسامي. طب ليه الاسامي اللي عندي؟ مش واحد ممكن يكون مسجل الاكونت بتاعه برقم تليفونه؟ اه فعلا ليك الحق. طب اديني ده هدخل التكست مسج. طب ليه التكست مسج يا فيسبوك؟ افرض حد حاول يقتحم الحساب بتاعك،
تمام يعني الاتاك على الحساب بتاعك هبعت لك تكست مسج اقول لك انا ايه انا الامام بتاعك خلي بالك في حد بيجي صاحب الحساب وانت رمز المسابقه الثنائيه اللي بينه وبينك انك تعمل وانت اللي بتدفع الحساب مش ده اللي بيحصل فكلنا وافقنا على ايه؟ على البرميشن دي تمام؟ طيب السؤال ها بص كده على الصوره كده من ثواني معدوده كده ده مرجع في مرجع تمام؟ ها من يملك البيانات يملك اتخاذ القرار ومن يملك البيانات ويقوم بتصنيفها وتجميعها واستخدامها يملك العقل مظبوط؟ لو قلت عن البيانات ظاهر بتاع البيانات دي اكبر ظاهره موجوده ظاهر بتاع البيانات دي من اقوى الظواهر اللي موجوده حاليا ايه اللي بيحصل؟ بيتم تجميع البيانات بتاعتها باشكال وطرق مختلفه خلال الدعايه والاعلان ومن خلال الملكات ومن خلال ومن خلال اعرضهم لسه احدى شركات الامن السيبراني في العالم عملت احصائيه قالت لك معظم البيانات اللي تم تجميعها خلال الثلاث شهور اللي فاتت دي بسبب اعلانات وظائف وهميه. تخيل بقى حضرتك اعلانات وظائف وهميه جايه بتسجل جواها ايه؟ اسمك سنك عنوانك رقم تليفونك تاريخ ميلادك رقم البطاقه صوره البطاقه صوره شخصيه المؤهل الشهادات بتاعتك التهريب بتحط الداتا بتاعتك كلها ما تتاكد الاول من المصدر اللي انت بتقدم عنه هو اي لينك جالك شاير في الكيك انت هتدور جهازك وتدور جهازك ايه؟ اللينكات اللي بتجيلك لازم تبقى حاول دقه فيها تتاكد هل اللينكات دي سليمه ولا لا من مصدر موثوق فيه ولا لا عشان تقدر تتعامل مع اللينكات البيانات بيحصل فيها ايه؟ بيتم تجميع البيانات بعد ما تتجمع بيتم تصنيف البيانات بتتصنف؟ اه طبعا بتتصنف فئه عمريه راجل ولا ست اهتمامك ايه؟ متطلباتك ايه؟ بيتم تصنيف البيانات دي كلها طب ليه بيحصل كده؟ عشان كل تصنيف البيانات اللي بيحصل ده يتوزع على شركات الدعايه والاعلان عشان حضرتك لما تفكر في حاجه وتتكلم في حاجه تعمل النقطة اللي بتاعها ظهر لحضرتك ما تجيش تقول لك انت بتجسس عليا او ما بتجسسش عليك هو حضرتك كل اللي عمله ان انت وافقت ان هو يسمع اللي انت بتقوله ويبتدي يدور عليه ويطلعه لك عشان يساعدك هو واقف معاك على طول فمجرد ما بتفكر في الحاجه دلوقتي اللي بتلاقيها فحضرتك حتى لو كنت قاعد بتتفرج على مشاهد معينه بص تلاقي كل واحد مننا له بصمه اسمها بصمه الكترونيه رقميه اللي هو بيحب يشوف ايه بيحب ايه يتصفح ايه لو حضرتك من متابعي كرة القدم هتلاقي كل الفيسبوك بتاع كرة القدم. حضرتك من متابعي الأكل والشرب والكلام هتلاقي كل المحلات موجودة عندك والعروض. حضرتك من متابعي الملابس والسيارات هتلاقي ده موجود عندك. وده اللي حصل من كامبريدج أناليتيكا في أمريكا ساعة انتخابات ترامب. تمام؟ هنشوف دلوقتي حاجة زي كده. داخل العالم الازرق هكذا بس تكون سلبيا على صحتك النفسيه هو مش قصدي عالم الازرق ان انا بقعد كده لحد الاطلاق هو اللون بتاعه لون ازرق هو علامه الميزه بتاعته جديده لون ازرق فبنقول عليه داخل العالم ايه؟ الازرق طب هو الواد سابه وداخل العالم الاحمر صح ولا لا؟ طيب التلاعب عندنا بالصحه النفسيه للمستخدمين امراض بدنيه لا حصر لها تاثير بتاعها على الذاكره الاكتئاب والوحده فقدان التركيز مراقبه الناس مراقبه الناس دي ليها باع طويل يعني لو قعدنا اتكلمنا فيه تمام؟ اضطراب المشاعر نشر اسوء ما في الوقت في الواقع لذلك الفيسبوك له معيارين للتقييم لو سيادتك وصلت حاجه مهمه جدا وحاجه ايجابيه هي ما تظهرش بسرعه انما لو حضرتك جبت مثلا جريمه قتل جبت جريمه ايا كانت نوعها تلاقيها انتشرت انتشار كبير جدا فاكرين لما حصل حصار غزه الناس ابتدت تطلع في الدفاع عن المنتجين فيسبوك ابتدى يعمل حظر للناس دي تمام العالم العربي كله اجتمع ان هو يرفع يشيل فيسبوك من عنده يمسح فيسبوك من عنده فانت لما تدخل تمسح التطبيق يقل الريت بتاعه على المرضى لو مسح التطبيق والريت بتاعه قل التطبيق ده ممكن يختفي مع مين مع الانترنت
هو حاسس ساعتها ممكن تحصل هزه وستكلم في الفيسبوك فبتلاقي رجع دي الناس تاني حادثه الطياره 10 شفت انتشرت بالذات على الرغم ان فيها كتير كان عيب لو حضرتك دبحت وعملت شعيره مش عارف ربنا سبحانه وتعالى وجيت تنزل الصور بتاعتها فيسبوك يقول لك لا الشكل ده بيحد على العنف والكراهيه على وجود بعض الصور صح ولا لا؟ طب اشمعنى الصوره الثانيه ما تغطيتش؟ اوكي؟ ده الشكل اللي عندك صح؟ مش ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ حد يقطع اي نوع من انواع الهبوط دي؟ كل الهبوط كلنا للاسف الشديد حتى الاطفال يعني في الالعاب التقليديه ما كانوش يستخدموها حواجز الاسريه الوقت الصوره دي معبره جدا ايه؟ ايوه خالص صح الادمان ادمان الفيسبوك وبعد يقول لك هو في ادمان الكتروني اه طبعا الادمان الكتروني مهم جدا لازم تخلي بالك انت تعرف انت مأمور من الالكتروني او عندك حد يرد من الالكتروني لحد رن ولا لا؟ لا الواتساب ممكن اصحى من النوم عشان اشوف الموبايل حد رن او بعت واتساب او في اشعار ولا لا اصحى من النوم مخصوص ولا داخل الحمام الموبايل بتاعي معايا تمام ولا قاعد في منصات الموبايل بتاعي معايا حد فكر كده يستغنى عن الموبايل لمده يوم كامل عملت ايه يا فندم؟ مبسوطه تسيبيه يوم كامل؟ دي حاجه يومين دي حاجه كويسه جدا يوم كامل اقول لك كم واحد هنا كده يرفع دي كده معايا ده ركزها كويس جدا بتسيبه حضرتك يومين؟ طب وبعد يومين لما تقفله خالص بتعمل ايه؟ انا عارف ان الشكل بتاع بعد اليومين بقى يجنني بعد اليومين ومتعود اليومين دول في 48 ساعه تمرين صح؟ ما احنا محتاجين ننظم الوقت باستخدام التكنولوجيا احنا ما بنقولش نسيب التكنولوجيا احنا بنقول محتاجين ننظم الوقت باستخدام التكنولوجيا سيادتك كنت رافع ايدك اتفضلي ممكن نتكلم مع رفض الناس صح؟ اتفضلي هتلاقوا الاجابات اللي مكتوبه في اسئله موجوده في البرزنتيشن. بص يا فندم انت حضرتك قصدك ان انا اسجل حضرتك مكالمة؟ لا اسجل حضرتك مكالمة دي حاجه شخصيه تمام؟ ملهاش دعوه بالقوانين لان انا ممكن انزل التطبيق اسجل فيه كل الذكريات. بص يا فندم جميع الانظمه تقدر تنزلها تطبيق. مفيش حاجه اسمها انظمه محميه حماية. تمام جميع الانظمه تقدر تنزلها طبعا. اتفضلي. ما هو فندم مسموح بيه لان ده مش حاجه رسميه. فاي حد يقدر يعملها. تمام؟ ما هي بتسيب الاشخاص بس هل بيتم الاعتراف دي ولا لا؟ هي دي الجزئيه. تمام؟ لان ممكن ما تسجلش لحضرتك وممكن بالفويس اللي حضرتك اتكلمت بيها دلوقتي دي حد ياخد الصوت بيديك فكره بقى على حاجه ثانيه. تمام؟ اه يا فندم. حد يعرفه. اه يا فندم. يركز كده مع الفيزا. خذ. Thank you.
الداتا كلها فاقدر استخدمها زي ما انا عايزها. ده بعمل نسخه الكترونيه منها، انا عارف انت بتحب ايه، بتتابع ايه اهتماماتك الاساسيه. طب تعرف كده حضرتك تسافر اي محافظه ثانيه، مجرد ما تنزل المحافظه الثانيه دي هتلاقي اول حاجه ظهرت عندك على الفيسبوك الاهتمامات الاساسيه بتاعتك. لو انت لسه واصل المحافظه الثانيه اعرض لك الثانيه دي، لو انت كنت في الطريق تتكلم هتشوف فيسبوك فين. لو فكرت انك انت او اتكلمت انك انت عايز تتغدى في مطعم هتلاقيه بيعرض ليك المطاعم القريبه اللي انت بتتكلم. فخلي بالك حضرتك هو قال لك انا استخدم البيانات دي، ده يستخدم البيانات بتاعتي ولا لا؟ هل التطبيق دوت الانفورميشن بتاعته كلها مفتوحه وعنده يستخدمها ولا لا؟ ازاي اقدر اشوف الكيات اللي جايه لي عشان احافظ على الامن المعلوماتي الخاص بيا والامن السيبراني الخاص بيا او الامن السيبراني الخاص بيا؟ تمام؟ فكنا محتاجين وعي. الوعي الاساسي اللي احنا كنا محتاجينه في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ البروجيكت قدام الشركه. ايه هي؟ محتاجينه في تداول اللينكات والمعلومات والفيديوهات. في تداول اللينكات والمعلومات والفيديوهات. تبص تلاقي رابط جه لحضرتك تبعته. يجي لحضرتك حديث مكتوب ما تعرفش صحته او مين اللي كتبه وتشيره. زي ما بنشوف ابعت لي اكتر من 30 شخص هتسمع ما لازم ومطالب ربنا يكرمك، وبص تلاقي الناس بتبعت حاجات غريبه جدا. هل هو ده ممكن؟ في حد من اللي جاي يبعت ل 30 شخص او 80 شخص او 1000 شخص؟ اطلاقا الكلام ده والكلام ده بيبقى موجود. لما تيجي تراجع بقى الاحاديث اللي موجوده دي او تراجع النصوص اللي موجوده دي او تراجع اي حاجه من الكلام ده تلاقي جواها تحريف. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ وانت بتشيك اتاكد من المصدر. ارجع للمصدر. يعني لما يجي رسالتك اللي يجي يقول لك ايه؟ المركز القومي للبحوث يعني مكافاه قد كذا، لا طب اروح فين انا؟ الصفحه الرسميه للمركز القومي لايه؟ للبحوث. ما هو مركز قومي للبحوث عنده مؤتمر النهارده اهو اولاده. عمل ايه؟ اعلن رسمي على الصفحه الرسميه ايه؟ بتاعته. اي حاجه بيعملها بيعلن على الصفحه الرسميه بتاعته. زي بالظبط ما حصل معانا كلنا وجالك ايه؟ لينك امازون. انا مدير امازون، الراجل بتاع امازون ساب اللي وراه واللي قدامه قاعد يبعت ايميلات للعالم عشان يشغلهم، محتاجين وظايف. اذا كنت حضرتك لما تدخل تشتري اونلاين من امازون بيطلع لك على ما تملى الابلكيشن بتاعه وتملى الرولز اللي هم عايزينها، وبعد كده يرجع يقول لك اكد معايا العنوان، بعد كده حط رقم التليفون. هل بالسهوله دي هيقدروا يشغلوا طعم؟ ما امازون لو عايزه تعمل اعلان وظايف هتعمل على موقع رسمي خاص بيها. مش ده اللي هتعمله امازون؟ الوعي ان حضرتك تنشر على الصفحه بتاعتك حاجه من مصدر غير موثوق زي ما بنشوف كل يوم. زي الحادثه اللي حصلت في الداخل. بتاعت الجندي المصري والجندي الايه؟ الاسرائيلي. كل واحد نشر روايه مختلفه. وكل واحد اتكلم بشكل مختلف. انا الريفرنس بتاعي مين هنا في مصر؟ القوات المسلحه المصريه، المتحدث الرسمي للقوات المسلحه المصريه. اذكر على الصفحه الرسميه لو هم ما بيتاخروش دقيقتين بالظبط ولازم بيطلع بيان وبيطلع توضيح رسمي على كل الصفحات الرسميه اللي موجوده. ايه اللي يخليني اروح لصفحات مجهوله المصدر واشير منها؟ الناس ابتدت تشير وتقول كلام غريب جدا، وناس تجيب صور من اماكن ثانيه، وحد يروح واخد الجمل دي حط عليها جملتين ثلاثه، ابتدى يزيف الوعي. طب ما انا عندي كل الوزارات اللي موجوده في مصر وكل الهيئات اللي موجوده في مصر، كل حاجه ليها صفحه رسميه خاصه بيها مستقله بيها. ليه ما تخش على الصفحه الرسميه المستقله بيها دي اقرا من عندها الخبر ده؟ هو انا عندي سؤال، هي الجريده هتعرف اكتر من الهيئه ذات نفسها؟ المحرر الصحفي ده هيعرف اكتر من الهيئه ذات نفسها؟ هو الجريده الرسمي بتاعك طالع منين؟ ارجع للمتحدث الرسمي للقوات المسلحه الصفحه بتاعته هو ده الكلام المظبوط. ارجع للمتحدث الرسمي لوزاره الداخليه هو الكلام المظبوط. ارجع للمتحدث الرسمي لوزاره الاعلام، المتحدث الرسمي لاي وزاره من الوزارات من الصفحه الرسميه، وكل واحد منهم عنده اكونت وبيعلن عنه كل حاجه وكل ايفنت بيحصل وكل حاجه بتحصل في نفس الوقت. حتى الادارات والمراكز بالمحافظات ليها صفحات. كل محافظه ليها صفحه على الفيسبوك اللي هي موقع رسمي. اي حاجه بتحصل في المحافظه بيعلن لك عنها يقول لك كذا وحصل كذا. هو ده الوعي. سيادة الرئيس اتكلم أكتر من مرة وقال إن الوعي قضية وقت. الوعي كفيل إن هو يدمر.
لو نقلت وعي زيك كفيل ان هو يضم. لما لو نقلت الوعي السليم فهتقدر تبني وتطور وهتغير. نسمع كده السيد كويس قال ايه؟ السوشيال انجينيرنج بالهندسه الاجتماعيه في اختراق عقول البشر قبل الاجهزه.
وابتدى يوعي الناس وابتدى يخاطب الناس ويقول لهم ازاي بيحصل اتاك على الحسابات بتاعتها وازاي بيحصل خرق البيانات الخاصه بينا. ليه؟ لان احنا ما عندناش الوعي التكنولوجي. الوعي التكنولوجي مهم جدا، هو الثقافه والوعي بالتطبيقات والبرامج اللي بتستخدمها. انت اقدر استخدم البرنامج دوت واستخدمه ليه؟ ما هو ما ينفعش حضرتك حسابك البنكي تروح واخده فاتحه على جهاز الشغل. مستحيل. من رابع المستحيلات، ما ينفعش يبقى حسابك البنكي جهازك مش مؤمن ونسخه الاوبريتنج سيستم بتاعته مش سليمه ومش اوريجنال وما عندكش انتي فايروس وانت وحضرتك اونلاين على طول وتفتح حسابك البنكي من عينه. دي ثوره امنيه. الثوره الامنيه ممكن تاخد الداتا اللي موجوده عندك في لحظه. طب مين اللي هو البنك ولا انت؟ لا، وعي المستخدم. وعي المستخدم. الافصاح عن البيانات الرسميه التي كانت ستظل امنه. اللي هو ايه؟ يتصل بيك، الو استاذ فلان، انا فلان من الجهه الفلانيه، اهلا وسهلا بحضرتك، انا بنك كذا، هراجع مع حضرتك بعد البيانات. مفيش بنك بيراجع بيانات الجهه الفلانيه. مفيش بنك هيبعت لك لينك عشان تسند عليه البيانات بتاعتك عشان يديك هديه. كل الكلام ده كلام فين؟ تمام؟ عندنا ثلاث مستويات للشخص الذي يمتلك الوعي التكنولوجي. الشخص الذي يملك الحد الادنى من الوعي التكنولوجي ملوش علاقه باي حاجه خالص، هو ما بيستخدمش الاجهزه زي الناس الكبيره كبار السن اللي بيروحوا يستخدموا الكروت الائتمانيه بتاعت البريد وبيقابلهم نظام الكارت الدوار وبيتنصب عليهم نظام الكارت الدوار. يجي واحد واقف قدام المكنه يلاقي حد داخل المكنه يسحب فلوس ومش عارف يسحب، يقول له ادي حاجه يا سعد ومعاه كارت تاني بيلبسه في الدين. تمام؟ يقول له ان الرقم السري دخل الرقم السري وما يعملش صرف ويروح يبدل الكارت ده بالكارت ده ويديه للراجل. يقول له لا يا حاج انا لسه ما نزلش ويروح صارف ويقف يستنى واحد تاني واحد تالت واحد رابع. ليه؟ لان الناس دي محتاجه وعي، محتاجين نديهم وعي، محتاجين نقعد نتكلم مع الكبار السن اللي موجودين عندنا في البيت، محتاجين نتكلم مع الناس الكبيره نقول لهم يا جماعه الاستخدام الامن للتكنولوجيا دي ازاي؟ لان مفيش حد النهارده ما عندوش سمارت فون. هو مش عارف ايه اللي بيحصل. الاب والام والاخ الكبير والاخت الكبيره اللي موجوده في البيت مش شايفه كل اللي بيحصل ده. فممكن تقع للاسف الشديد فريسه تكون مهاجم النهارده. وده بيحصل مع ناس متعلمه كمان، ناس على درايه كبيره. ما عادش كبير على الافتراض. تمام؟ الشخص الذي يملك الحد الادنى من المعلومات او الحد الادنى من الوعي التكنولوجي. الشخص ده هو ايه؟ يعرف ازاي يستخدم التطبيقات، ازاي لو جاله ايميل ينزل ايميل، ازاي يفحص الايميل ده هل سليم ولا لا؟ واحد يقول له هو ممكن الايميل يبقى فيه مشكله؟ خلي بال حضرتك الايميل ممكن يكون فيه مشكله، ايه المشكله اللي ممكن تبقى موجوده؟ ممكن يبقى مجمل تحت ملف الوورد ايكونز موجوده للفيروس او تتابع او ملف الاكسل او ملف الاكل او اي ملف من الملفات اللي جايه لحضرتك. مش احنا عندنا في الاجهزه المرتبطه بالشبكه قلب المؤسسات اللي موجودين فيها ممنوع من تستخدم فلاش منه؟ صح ولا لا؟ ممنوع ان حضرتك تفتح عليها اي مواقع الناس بتيجي تزعل من الناس بتوع الاي تي. هم ليه بيعملوا كده؟ هم بيضايقونا ليه؟ هم ما بيضايقكش ولا حاجه يا جماعه. فهو كل اللي بيعمله مع حضرتك ان هو بيحاول يحافظ على الشبكه بتاعته وعلى الانظمه اللي موجوده وعلى البيانات اللي موجوده على الشبكه. لو ما حافظش عليها هتبقى حضرتك السبب في الثغره الامنيه اللي موجوده. زي ما بيحصل في اماكن كتيره جدا، زي ما بيحصل في دول كتيره، زي ما بيحصل في مؤسسات كتيره جدا بيحصل عندها اختراق. الاختراق اللي بيحصل ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب وعي المستخدمين. بسبب قله وعي المستخدمين. الشخص الذي يمتلك مستوى عالي او متقدم من الخبره التكنولوجيه والوعي يكون الفنيين والخبراء المختصين في هذا المجال. تمام؟ عندنا مستشفى رمضان تكنولوجيا دي بس ما عندناش وقت فيها فهنعديها سريعا كده. تمام؟ عندي الوعي المؤسسي، الوعي العائلي، الوعي الفردي، بعد كده كل ده بيولد الوعي المجتمعي. الوعي الايه؟ المجتمعي. الوعي المؤسسي ان حضرتك تعي ان المؤسسه بتاعتك حتى رولز معينه لاستخدام الاجهزه والتطبيقات ولازم حضرتك تتبعها. لان اي خطا هيحصل من حضرتك في قلب الاجهزه دي او التطبيقات او حضرتك تحط فلاش ميموري
في اي جهاز من الاجهزه اللي موجوده او تعمل داونلود من اي موقع او تدخل على موقع غير مؤهله ممكن تسبب كارثه كبيره للمؤسسه بتاعتك للاسف الشديد. فاحنا محتاجين يبقى عندنا الوعي المؤسسي ده. عندي بعد كده الوعي العائلي. الاولاد في البيت الاسره لازم تعرف تراقب استخدام الاجهزه. استخدام الاجهزه تراقبه يعني تسلط عليهم مش قصدي تسلط عليهم بس من حق حضرتك تراقب اولادك تشوفهم بيتفرجوا على ايه بيدخلوا على ايه. لان ممكن في الاخر خالص تلاقيهم بيخشوا على حاجات مش مناسبه ليهم. مش مناسبه للمجتمع اللي احنا موجودين فيه. مش مناسبه للسن اللي هم موجودين فيه. مش مناسبه لاي حاجه. احنا سايبين الكلام ده كله عرب ان في شركه جميله قوي لو تسمعوا عنها اسمها شركه جوجل. حد يسمع عنها؟ جوجل دي عملت حاجه كبيره جدا. عندهم تطبيق كده صغير منزلينه على جوجل بلاي اسمه جوجل فاميلي نيم. فاميلي نيم جوجل فاميلي نيم ده تطبيق الحمايه الاولى. ده بيعمل ايه حضرتك؟ بتحط الاولاد تعمل اكونت وتحط الاولاد تحت منك في الاكونت ده ويبقى عندك برميشن ان انت تقدر تعرف اللوكيشن بتاعهم فين. يبقى عندك برميشن ان انت تشوف هما بيعملوا ايه. عندك برميشن انك انت تقفل عليهم الاجهزه. تخلي الجهاز يستخدمه كمكالمه فقط لا غير. تمام؟ كل الكلام ده مطلوب ومتاح بس للاسف شديد احنا ما بنستخدمش دوت. احنا سايبين كل دوت كل واحد فينا سايب ابنائه يستخدموا التكنولوجيا بالشكل اللي بس بيهم خلاص. لحتى لما بيقع في المحظوظ ويرجع يقول يا ريت تجرب كده مش ده اللي بيحصل للاسف الشديد. نيجي بقى لجوجل. جوجل قصه ثانيه. شفت على كلامنا على الفيسبوك قلنا ايه؟ لما جوجل هنا قصه ثانيه. جوجل هنا عملاق. ماذا يعرف عنك جوجل؟ يعرف عنك ايه؟ ده اللي يعرفه جوجل عنك. بريد الالكتروني وجميع مرسلات ومؤسسات ومستودعات. بريد الالكتروني اليمين بتاعي؟ اه طبعا ده جوجل عنده فقط من كل حاجه. مش حضرتك لما جيت تكلم الاكونت قال لك ان هو هياخد نسخه احتياطيه من البيانات دي يحطها عنده مظبوط الكلام؟ حضرتك لما ربنا بيكرمك وتغير الموبايل بتاعك وتشتري موبايل جديد بيجي لك من اول واحد بيجي لك جوجل يقول لك ايه؟ مرور الموبايل الجديد البيانات عن الموبايل القديم لو على الموبايل حاطين الاثنين جنب بعض بس انا هنقل لك البيانات كامله. لو مش موجوده على الموبايل القديم انا شايلها لك عندي على الكلاود بتاعي. اللي مطلوب منك بس تحط الباقي اليوزر نيم بتاعك والباسورد. تقول له والله يا جوجل انا اسف انا مكسوف منك جدا ووشي في الارض منك. انا نسيت اليوزر نيم بتاعي. ما تزعلش انا جوجل واقف في ظهرك ومعاك دايما. حط رقم موبايل. بجد يا جوجل يعني رقم موبايل هتجيب لي الداتا رقم موبايل. حطيت رقم موبايلك قالك مش دي صورتك؟ قلت له ايوه هو ده حسابي. طب حط الباسورد بتاعك، والله جوجل وش منك في الارض انا نسيت الباسورد بتاعي، ولا يهمك هبعت لك على رقم الموبايل اللي انت حاططه لي ده مسطه ثنائيه ما بيني وما بينك فيها كود وتدخل تغير الباسورد بتاعك يعني الباسورد الجديد عشان ادخلك، مظبوط الكلام ولا لا؟ وراح باعت لك كود المسطه الثنائيه. وانت بتعمل باسورد الجديد جوجل يطلع لك يقول لك صديقي العزيز احفظ لك الباسورد اللي عندي عشان ما تنساهوش عشان كل وقت تيجي تدخل تعمل لوك ان على طول من غير ما ايه؟ ما تكتب باسورد. تقول له اه يا ريت يا جوجل لو سمحت مجرد ما دخل البيانات بتاعتك نعم خلاص دخلت على ايه؟ على الاكونت بتاعك نزل لك الصور نزل لك المكالمات نزل لك الرسائل نزل لك الواتساب نزل لك كل حاجه موجوده صح ولا لا؟ اكنك عملت نسخه ثانيه خالص من الموبايل بتاعك. عشان كده عنده كل البيانات دي. في احد الدول احد الاشخاص اتصل بالتليفون الو مطعم بيتزا قال له بيتزا جوجل حضرتك قال له بيتزا جوجل انا كنت رجعت له فكره البيتزا قال له طيب انا محتاج بيتزا نوعها كذا عايز حاجه مواصله قال له حضرتك استاذ فلان اللي ساكن في مكان فلاني رقم فاتوره كذا رقم كذا عباره عن كذا هتدفع كريدت ولا كاش طبعا هو واحد لا انا هدفع ايه؟ كريدت تمام؟ لان هو الدوله دي فيها شمول مالي كامل محدش بيدفع اي شيء. قال له طب انا مش هقدر ابعت لحضرتك نوع البيتزا ده. قال له ليه؟ قال له الوقت حاليا متاخر وحضرتك معايا انك تدفع كول ستورج.
قال له بس انا باخد العيب. قال له اخر عيب انا حضرتك اشتريتها من شهر ولا حضرتك ماشي عليها بانتظام هي خلصت بقى 10 ايام وحضرتك اشتريت شهر. قال له انا اشتريت واحد ثاني انا كان معايا فلوس واشتريت دي. قال له ازاي مفيش مول ناحيه يبقى انت بتشتغل في حاجه غير شرعيه. قال له انا عايز اسال الاولاد. قال له مفيش حد من الاولاد موجود حواليك في المحيط. انا نزلت منكم وعايز اسيب البلد دي وافش. قال له حضرتك من حقك تسافر بس للاسف الشديد الباسبور بتاعك اكسباير محتاج 3 ايام عشان تجيبه. البيانات وخطوره البيانات وعميها مهم جدا ان حضرتك تحافظ على بياناتك. البيانات مهمه جدا 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 جدا. البيانات اللي حضرتك بتستعرض بيها منهم الرسيم بتاع الاي تي ام اللي بترميه في مصر. ده ما ينفعش لازم تتخلص منه. للاسف الشديد تيجي تجمع اللي في الريسايكل بين ده بالذات عشان يجمعوا منه. البيانات عن المطاعم دليفري ارقام التليفونات اللي بتتوسع في ناس مخصوصه بتشتري البيانات. يعني انا امبارح كنت بدي محاضره لحد الاماكن حد رفع ايده وقال لي قلت له ايه رايك حد في المكان الفلاني بيعمل كذا 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 وبتجمع البيانات ونصنفها كوظائف متفاتحه وبيبيعها. هتلاقي حاجه اللي بيجمع البيانات بدون موارد بدون تصريح من اشخاص وبدون تصريح. تمام. فده اللي هو اللي بيعرفه عنه. فتيجي نعمل كده سكيل على ممكن بعد اذنكم النهارده يوم السكيل العالمي عمالين نعمل كل شويه. أنا معاك أول حد يعمل سكان يقول أنا عملت سكان ووريني كده. سيادتك النهارده فتحت المصحف بتاع التحويل تمام الساعه 1:25 مظبوط وشفت القص واستخدمت كيو ار تمام. كل ده اللي حضرتك عملته تحت المهم خالص تحت البيانات استخدمتها وبعد كده هيجيب لك الواد اللي حضرتك فتحتها وتفسير الشيخ الشحراوي مظبوط في حاجات حضرتك ودي المواقع اللي بتنزلها والواتساب بتاعك وانت كل حاجه. ده نشاطك اللي بيسجله الاكتيفيتي بتاعك على جوجل. مش عارف انا طلعت بقى ما كلهاش كويس. لسه ما شفتهاش. ايه الاخبار؟ في حاجه ما عملتهاش؟ كل حاجه حضرتك عملتها مسجله. ليه؟ لان جوجل موجود معاك. ها؟ تمام؟ المستشارات اللي موجوده انترنت الاشياء انترنت الاجسام
كل ده بيبتدي يجمع البيانات بتاعته. احنا الانترنت الاشياء دلوقتي موجود في كل حاجه لغايه لما بقى عندنا مدن ذكيه. احنا بدانا بايه؟ بسمارت فون، بعد كده بدانا سمارت هوم، بعد كده سمارت كار، بعد كده سمارت سيتي. مظبوط كلام؟ بقت كل حاجه ذكيه. في استخدام الانترنت الاشياء مهم جدا. احنا ناخد الاكزامبل دلوقتي وناخد معلش بقى الناس اللي على السوق مش عارف شوفوا ده معايا. ممكن تروح لو سمحت. بس نتكلم على الجزء. عندنا حاجه اسمها اومنت ريالتي، اكيد حضراتكم كلكم عارفين اومنت ريالتي الواقع المعزز والفيرتشوال ريالتي الواقع الافتراضي. وعندنا حاجه اسمها ميكس ريالتي. تمام؟ وكل الحاجات دي كانت في طريقها لايه؟ لانشاء الانترفيس. انشاء الايه؟ الانترفيس. تعالوا نبص مع بعض كده الصوره اللي قدامي دي، الصوره دي. انا مش مهندس حقيقي. طب احنا نتفق على اتفاق نقول كلمه علميه، رسم هندسي. صح ولا لا؟ لان احنا ما حدش فينا مهندس. تمام؟ فاحنا عملنا الرسم الهندسي ده بتقنيه معينه اسمها تقنيه الاوجمانتنج رياكت الواقع الايه؟ المعزز. الاوجمانتنج رياكت ده يعمل ايه؟ ان هو بيسمح لحضرتك انك انت تشوف الرسم ده ان هو واقع. شوف ان هو ايه؟ واقع. تعالوا نبص مع بعض كده من خلال الموبايل عندي انا بس افتح الاضاءه. ممكن محتاج حد يساعدني ان شاء الله اعرف من الصبح بس عشان كده طلبت الامن جامد يعني. الرسم دي موجوده قدامنا، قلنا انا هعمله تطبيق معايا تمام؟ الخاص بالاوتوماتيك ريالتي، هعمل اسقاط على الرسمه دي زي ما حضراتكم شايفين كده. Welcome and meet your friends. I would like to welcome and meet your friends.
الساعة
انظمه ذكيه. شايفين كميه المستشعرات اللي موجوده قد ايه؟ شايفين السنسورز اللي موجوده عامل ازاي؟ بيتجمع بيانات عامله ازاي؟ لو ده كله ما حطوش حمايه وامن هيصبح سهل جدا لاي حد يشتغل. لذلك الدوله المصريه لما جت تعمل التحول الرقمي ابتدت تبص على الجانب الامني لحمايه البيانات والمعلومات. ابتدت تامن وبقى عندنا جهاز موجود في مصر اسمه اي جي سيرفر. تمام؟ اي جي سيرفر ده مرور بيه ان هو يتعامل مع الوزارات والجهات والهيئات الحكوميه للتعزيز من الاجهزه السيرانيه. تمام؟ عندنا اكثر من جهه حاليا بتعمل امن سيبراني. عندنا الجامعات بتاعتنا بقت اصبح فيها امن سيبراني وذكاء اصطناعي. ما يجيش ابنك يقول لك انا عايز ادخل كليه حاسب او كليه ذكاء اصطناعي، تقول له لا انا عايز تدخل كليه طب. خلي بال حضرتك، خلي الشباب تختار، لان المستقبل اللي جاي هو مستقبل تكنولوجيا ومستقبل الذكاء الاصطناعي. عندنا حاجه مهمه جدا بالنسبه للهندسه الاجتماعيه. انا بس شغلت البرزنتيشن ده اكبر شويه، في حاجات كتيره غير اللي احنا كنا مجهزين، بس عشان الانيميشن فيه اقل. فيلم امريكي لسه كان بيتم تصويره، النقطه بتاعت الفيلم حصل هي اثاره، ما كملتش الفيلم، كملوا الفيلم بالديك فيك، وبعد ما الفيلم تم اعلانه طلع كان الفيلم اللي اتفرجت عليه فتره كانت موجوده اول 20 دقيقه بس من الفيلم، لقيت الفيلم موجود بالديك فيك، حد تاني جه هو اللي كان موجود مكانه. للدرجه دي هو ده شكل ديك فيك. وما تقدرش تميزه وانت
الشخص اللي بيشتغل معايا محتاج حد تقني عشان يقدر يبقى يسال في ده معمول في كيف فيك ولا لا. اللقطه اللي كان حضراتكم معموله كامله بالديب فيك اللي هتشتغل الفيديو ده معمول كامل بالديب فيك هي الصداره على الهواء مباشره والمذيع موجود والضيف موجود ومفيش حد فيهم موجود ومفيش موجود في نفس الوقت. نبص مع بعض كده. No, he needs to challenge everything we're told and question everything we see. He needs to ask of every voice on every recording, of every image on every screen. And know the screen. And know I'm the real deal. It's to say, realize that Twitter isn't in the car right now, and then you can do these surfaces. It's to say, the camera's film is in the hand. It's to say, سلايد الفرق الامن دوت على طول.
مش محتاجينه. مش محتاجينه يا فندم، ما في تطبيقات تكسر الباسورد. هنا لو جينا بصينا هنا يمكن تعريف الهندسه الاجتماعيه ان ده تلاعب بالبشر وابداع بهدف الحصول على بيانات او معلومات او عوامل كده مظله خاصه او امنه ولا يمكن الوصول زي ما بيحصل في البروفيسور بالناس عشان يعملوا منهم بيانات سلبيه الشخصيه. تعالوا نبص مع بعض في الهندسه الاجتماعيه في طريقه وترجع عشان تشتغل في الهندسه الاجتماعيه او مهاجمين. التتبع ان انا لو عايز اعمل هجمة على احد الاشخاص لازم اتتبعه، اشوفه بيحب ايه، بيفكر في ايه، ايه الحاجات المتاحه ليه، بيحب يتابع ايه اكتر عشان الاقي صفحه ان هي اكتب من خلالها. تمام؟ التقليد ان انا اعمل نفسي تبع شركه معينه او شخص معين هو يعرفه عشان يقدر يديني الامان واقدر اتعامل معاه. شيء مقابل شيء. ابعت له لينك اقول له املى البيانات ديت او رشح حد من اصدقائك عشان تحصل على ايه؟ على هدايا. التصايد الاحتيالي الفيشنج وده اللي موجود بشكل كبير جدا وليه انواع كتيره جدا وده لوحده بيحب حضرات لان احنا عندنا القصه بتاعت الامن المعلوماتي والامن السيبراني قويه جدا. فمحتاجين بقى انواع التصايد وانواع الهاكينج وانواع الثغرات الامنيه وانواع الفايروس، الكلام ده كله ده محتاجين نتكلم فيه في وقت تاني اكبر من كده كمان. تمام؟ خلينا بقى نخش هنا على حاجه مهمه جدا، التصايد من خلال الفيسبوك. فيسبوك هو كتاب مفتوح للناس كلها. معروف شخص بيبقى كاتب اسمه صورته احيانا حتى رقم تليفون. تمام؟ واحيانا عامل ربط بالشخصيه اللي مرتبط بيها او متزوجها. فاصبح كل البيانات متاحه. ما بقاش فيه خصوصيه. انتهى عصر الخصوصيه. طب ما تقفل الكلام ده من فيسبوك بيتيح لحضرتك انك تقفل الكلام دوت وما بقاش متاح الى الاشخاص محددين، تقدر تشير الحاجه وتحدد مين اللي يقدر يشوفها ومين اللي ما يقدرش ايه يشوفها. طيب عندنا بقى هجمات الهندسه الاجتماعيه. واحد في فيسبوك ممكن يتصفح موقع عادي يلاقي شخص زي كده ظهرت لنا واحنا داخلين على موقع ايه وانت جوه الفيسبوك اونلاين يقول لك دخل يوزر نيم والباسورد بتاعك. لا علاقه لا بالفيسبوك. اقرا فوق كده لوكال هوست فيسبوك ده موقع واحد اسم تاني انما موقع بس بتاعته. اوكي؟ عندنا بعد كده اعرف ارقام الزيارة المرفوعة اللي اتكلمت فيها. عندي اخر حاجة عشان عارف انا طولت على حضراتكم النهارده. رسائل المزايا والرابط الخميسة تستغل السمعة الكبيرة اللي تروح على الأعمال التجارية لسرقة البيانات. بنك الأهلي ما بيقدمش هدايا. مش هيقدمك هدايا من خلال لينك. لو عندك بوينت بيدوها لك بيحطها لك على الكريدت بتاعك من عمليات الشراء والدفع الالكتروني. انما ما بيقولكش خش سجل. مش عارف ليه. عزيزي العميل لقد تم اضافه حساب سيرفرات مؤقتا لدرجه الاتصال بينا ودلوقتي بقى حساب البريد. انا جالي الرساله دي. مصر كلها جات لها. في حد في مصر ما جاتلوش يا محمد ايه انزل البلد عمك يقع مصاريف. هي نفس النظام هندسه اجتماعيه هو بيشوف الراجل اللي قدامه بيفكر ازاي. عشان يقدر يشوف صخرة عمية يدخل من خلالها. تمام؟ سايبر رياض. أمازون. فضيحة، فضيحة فيديو مسرب. عصري حصري وعادي. الحاجات دي كلها الناس بتجري عليها عشان تشوف جواها إيه. يعني أبسط هاتفة كانت موجودة لسه في اليومين بتجري على دي. هو في ناس بتعتذر. قبل المحافظة بتعلنها وقبل المحافظ يعتمدها. ادخل شوف النتيجه قبل ما ايه؟ قبل ما تعلن. كل دي من كان فيه. تمام؟ تعرف الحب ازاي البروفايل؟ حد جات له رساله دي؟ هنا بقى في جزئيه مهمه. هنا انا عندي توتال سكيورتي على الموبايل وعلى الجسم. فلما جات لي الرساله دي جات لي على المسجد. فلقيت الرساله دي ما ظهرتليش، ظهرت لي الرساله التحذيريه دي من التوتال سكيورتي اللي عندي. اسمه فيديو فلتر. اي فيديو فلتر موبايل سكيورتي سبام لينك تكست مثلا. خلي بالك احنا لقينا سبام لينك جاي لك في تكست بس يعني جاي لك على الماسنجر.
ده العنوان الاساسي بتاعه مش ده. تمام؟ دونت اوبن فور فورورد ذا لينك، اوعى تفتح او تعمل فورورد لينك. تمام؟ دي لسه بس بتبص بتمسح الرساله وبتاع، اعمل بروك اللي بعده. هو ده اللي منتشر حاليا بالشكل ده. كل دي عمليات تصير. يبقى انا محتاج مش كل لينك مدينه سيارة او بتاع. انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اتاكد من اللينك ده ومين اللي بعت اللينك ده ومين الشخص اللي اتعامل على اللينكات ديت، وهل اللينكات دي لينكات سليمه ولا لا؟ اللينكات دي لو مش سليمه بكل سهوله بكل سهوله خالص اللينكات دي تقدر بكل سهوله ان هي تخترق الاجهزه بتاعتك، تقدر تفتح ثغرات امنيه جوه الاجهزه دي الخاصه بيك. عندنا بقى السؤال ده جميل جدا، تحياتي ليكي، مش لازم تقول لي من غير ما تتفتح. احنا عندنا حاجه اسمها كليك زيرو دي، ثغرات اليوم الواحد اللي هي من غير ما تدوس على اللينك اصلا بتوصل عليه. فمحتاجين يبقى عندنا برامج حمايه وبرامج ايه؟ برامج امان. انا سعيد بلقاء حضراتكم النهارده جدا جدا خالص، تحياتي ليكم جميعا، شكرا لحضرتك الصراحه. اتفضل يا فندم. اسئله بقى اللي حابب يسال انا مع حضراتكم. لو سمحتوا في اسئله على الزوم انا معاهم. حاضر. حضرتك فايروس الفيديو. اتفضل. والشركات والمحاسبين دول اكتر فئات بيتم استهدافها. اوكي؟ طيب هو فيروس الفيديو ده بيجي من خلال استخدام الاجهزه. الاجهزه دي لو في تأمين عليها على الاقل خالص هيحافظ على الايه؟ على البيانات اللي موجوده. النهارده الباحثين على مستوى الجامعات تبص تلاقي كل يوم باحث جاي الجهاز الكمبيوتر بتاعه كده. لو حصل اتاك عندي وعندي رانسوم وير اعمل ايه؟ دي ولا كبيره بيحصل عليها رانسوم وير. انت ما عندكش امان، فبيديك اوبشن انك انت تدفع. وانت فاكرك لما تدفع انت خلاص حركت الورقيه بتاعتك لا تقطع. فاحنا محتاجين يبقى عندنا الامان الاول اللي هو الامان بتيجي ازاي؟ بنتكلم على الروشته الرقميه الامان. عشان يبقى عندك امان لازم يبقى عندك نظام تشغيل اوريجن اللي هو الويندوز بتاعك لازم تكون. طب بقى الاوفيس اللي موجود عندك لازم تكون اوريجن. لازم يبقى عندك انتي فايروس بين مدفوع شريط بتجدده وتعمله ابديت. الاجهزه اللي مع حضراتكم الطبقات اللي موجوده عليها الموبايلات اللي موجوده معاكم والاجهزه الكمبيوتر اي ابديت لازم تعمله لان هو بيسبب ثغره امنيه حصلت. لما حضرتك تسيبه معلق تسيب الثغره الامنيه لسه موجوده عندك. طب تخيل حضرتك كده ما عندكش اي نوع من انواع الامان دي. هو عندك جزء منهم وجزء لا. يعني عندك هوستنج ويندوز او اوبريتنج سيستم اوريجن بس رحت جايب اوفيس وحطيته اوبريت من التصرف بتاع الثغره الامنيه. الكلام ده ما كانش غالي بس بقى مهم. حمايه البيانات وحمايه الانظمه مهم جدا جدا جدا. فاحنا محتاجين يبقى عندنا ثقافه وعي استخدام التطبيقات الموصوف بها وتحميلها من المنصات الرسميه ليها. حضرتك كدكتور كباحث ليك كبير جامعي مايكروسوفت بتدي حضرتك التطبيقات دي مجانا تقدر تنزلها. بيبقى عندك لايسنس للاوفيس والويندوز تقدر تستخدمه تقدر تنزل انتي فايروس من مايكروسوفت. يبقى على الاقل خالص عندك الحمايه الاساسيه اللي بتشتغل بيها. تمام؟ اجهزه الموبايل بتاعتك محتاجين ان احنا برضه ننزل عليها توتال سكيورتي عشان نقدر نحافظ على البيانات. بس خلي بال حضراتكم مفيش حاجه اسمها حاجه مجانيه. تمام؟ مكاني شايفين نفس المدفوع اللي المدفوع في كاتش اعلى كتير جدا وحمايه اكتر وامن وامن. احيانا على حسب نوعيه الهجوم ممكن يبقى ليها حلول وفي حاجات ثانيه مالهاش حلول عشان نبقى متفقين ان ممكن يحصل عليه تشفير والبيانات ترجع لك مشفره ما تبقاش تستخدمها. اتفضل يا فندم. بخصوص بيانات البنكيه لا دي بتبقى نوع من انواع المصادقه الثنائيه بينك وبين العالم. طبعا طبعا اللي هو بيبقى عنده برميشن معين ما بيفتحلوش
الصفحه بتاعتك اللي فيها الحسابات بتاعتك لما تعرف البيانات اللي انت بتقولها يعني الرقم اللي هو الخدمه العامه ده طبعا ايه من الصفحه. اخر سؤال معلش نفضل بقى عشان نديله فرصه بقى ايه على الصفحه مع الدكتوره كل ما هي مركز الدكتور اكيد وغير المركز تحت امر حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر مركز قومي المحبوس على الاستضافه النهارده والتصميم على ان احنا ندي ندوه لنشر الوعي التكنولوجي والثقافه التكنولوجيه في ظل التحول الرقمي ومواكبه لرؤيه مصر 2030 في التطوير وفي تكنولوجيا المعلومات والامن السيبراني. فكان عندنا النهارده ندوه يعني قام بتنظيمها اداره المكتبه ومركز المعلومات والإدارة المركزية لشؤون الرئاسة بالمركز القومي للبحوث. أشكرهم جميعا على حسن التنظيم وأشكرهم جميعا على الحضور الجيد المتألق دائما للسادة الحاضرين والتنظيم اللي كان موجود. والنهاردة تطرقنا لموضوعات كثيرة جدا منها نشأة تطور شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية والهجمات السيبرانية والوعي التكنولوجي وتأثيره على استخدام التطبيقات الحديثة. فبجد يعني أنا بشكر الكيان العظيم دوت إن هو بيفكر التفكير والابتكار التفكيري دوت إن احنا نعمل حاجة جديدة ونتكلم دايما عن التكنولوجيا عشان يعمل رفع الوعي والثقافة الموجودة اللي عاملين بالمركز والسادة الضيوف الحاضرين معنا. شكرا جزيلا لحضراتكم وتشرفت بيكم جدا. شكرا.